The last day. Good evening, everyone. This is the last day of the our program. We have today four sessions. The first session is infection control precautions in dental health center. Presented by Dr. Abdelmajid Al-Mutairi. He has infection control specialist, general dentist, Lean Six Sigma green belt, certified of infection prevention and control diploma, bachelor degree of oral and dental medicine and surgery, team leader of health sector transformation program, chief supervisor of infection control program, department and specialized center. The member of development infection control standard and rehabilitation center. حياك دكتور. اليوم ان شاء الله عندنا اربع محاضرات باذن الله. راح نبدا ان شاء الله مع الدكتور عبد المجيد في محاضره infection control precaution dental clinic, وان شاء الله بتكون المحاضره اللي بعدها محاضره اللي بتكون infection control implants مع الدكتور عبد الرحمن كمال. بعدها بيكون في بريك, وطبعا التذكير بالاختبار البوست تيست تعملونه اللي تقدر الان او بعد في وقت البريك ممكن انكم تسوونه. بعدها بيكون عندنا الثيرد سيشن, بيكون عندنا دكتور سامح, وبعدها الفورث اللي هي عندنا ما راح تكون محاضره بس انه الوقت عندنا من 9:50 دقيقه ل 10 راح يكون عندنا اللي هو الكلوزنج, ويكون الاختبار تبع البوست تيست. تفضل دكتور عبد المجيد, حياك. الله يعافيك اشواق, حياكم الله جميعا. الصوت واضح الله يحفظك؟ واضح الله يعطيك العافيه. طيب شكرا لك. السلام عليكم, اسعد الله مساءكم جميعا. أخوكم دكتور عبد المجيد المطيري, راح نشرح اليوم ونتكلم عن أساسيات مكافة العدوى بعيادات الأسنان في مراكز الرعاية. دكتور عذرا على المقاطعة بس الله يسعدك, ممكن تعمل سلايد شو عشان يصير فول سكرين؟ دقيقة, الآن واضح؟ لسه, ممكن تضغط F5 كذا تمام؟ لا برضه ممكن تعمل شير مرة ثانية, تفصله وترجع تسوي شير أو تضغط F5. كذا واضح؟ استل ما هو معروض كسلايد شو. أنا عندي مكتوب إنه قاعد يعمل شير. هو عمل شير ولكن ما صار سلايد شو. كذا مناسب؟ ممتاز ممتاز, ضبط الآن, يعطيك العافية دكتور, تفضل. طيب الله يعطيك العافية, شكرا لك. راح نتكلم اليوم عن أساسيات مكافحة العدوى بعيادات الأسنان. بالبداية راح نتكلم عن مقدمة عن أهمية مكافحة العدوى في عيادات الأسنان. أيضا راح نتكلم عن خط الدفاع الأول لمنع العدوى بالمنشآت الصحية اللي هي الهاند هيجين, أيضا البيرسونال بروتكتيف إيكويبمنت اللي هي بي بي إي. أيضا راح نتكلم عن الإنفكشن كنترول براكتس داخل العيادة. أيضا راح نتكلم عن الأدوات واستخدامها والإنفايرومنتال وتعقيم الأدوات في عيادات الأسنان. أيضا عن الإنفكشن كنترول بالإندو اللي هو علاج الجذور اللي غالبا تتم بعض الحالات منه داخل عيادات الرعاية الأولية. راح نتكلم عن أهم نقطة في عيادات الأسنان ومن أهم النقاط اللي هي وحدات المياه داخل عيادات الأسنان. أيضا شلون نعمل أسسمنت لمعايير مكافحة العدوى داخل عيادات الأسنان. يمكن البداية لازم نعرف أنه عيادات الأسنان يمكن من أكثر المناطق
خطورة وانتقالة للعدوى داخل المنشآت الصحية. ليش؟ لأنه إحنا نتعامل مع أشياء ريسكية، نتعامل مع سلايفة، نتعامل مع بلود، أيضا ممكن يكون زي ما أنتم عارفين الأورال هو مصدر انتقال الفيروسات والإنفكشن والبكتيريا أيضا. لذلك مهم جدا أننا نكون على أتم الاستعداد للتعامل وقت الأوبريشن أو وقت العلاج في عيادات الأسنان لنعمل كنترول عالي للعدوى. راح أتكلم طبعا الهاند هيجين، ما حنتعمق فيها كثير، يمكن الزملاء شرحوها لكم بالكورس هذا، لكن الأشياء المهمة اللي مفترض أنه من إحنا المهتمين بعيادات الأسنان وحتى المسؤولين عن مكافحة العدوى في البرايمري هيلث كير، انه لازم نعرف انه احنا لازم نحط الفيجوال ارتس الهاند هايجين، موضح فيها الفايف مومنتس وكيف تغسيل اليدين، موجوده بكل عياده من عيادات الاسنان. ايضا مهم جدا انه يتوفر في فاسيلتي لغسيل اليدين، نتكلم عن سينك مع هوت اند كولد ووتر، ايضا الادوات اللي ممكن تستخدم من الدنتال ستاف وسط العياده، نتكلم عن الصابون، المناديل اللي تستخدم. ايضا ضروري انه يكون يعني ما لا يقل عن سينك واحد موجود في كل عياده اسنان. غالبا مراكز الرعايه الاوليه يكون فيها عياده واحده، ما تكون اكثر من عياده، لذلك العياده لازم يكون فيها سينك، ما يكون السينك يعني بالخارج او مكان ثاني، لازم يكون موفر داخل العياده. ايضا مهم ان نعرف انه هذا يمكن خطا متكرر عند في بعض العيادات داخل مراكز الرعايه، انه تستخدم السنك حق الهاند ووش يستخدم لغسيل ادوات. لازم نعرف انه الهاند ووش هو فقط الهاند ووش سنك هو فقط لغسيل اليدين، ما يستخدم نهائيا لغسل الادوات. بالعكس انه ممكن اذا استخدمت يعني هذه العاده السيئه ممكن تصير ناقله للعدوى ومضره للزملاء الممارسين الصحيين او حتى الانفايرمنتال ككل في العياده. مهم جدا ان يكون عندنا الالكوحول هاند روب ديسبنسر موجود ايضا بالعياده، اتليست 1 لازم يكون موجود فيها. لذلك لما تكون متوفره كل الادوات والفاسيلتي هذه والسبلايز اللي تساعد على تعزيز ثقافه تطهير اليدين وممارسه تطهير الايدي بالعياده، هذا جدا مهم وضروري ايضا انها تكون متوفره وتم متابعتها من الزملاء المختصين بمكافحه العدوى بمراكز الرعايه. طبعا هذه هي البوسترز، واتوقع اغلبكم عارفينها وحتى تم القاء محاضره فيما يخصها، لازم انها تكون معلقه بالعياده لتعزيز هذه الثقافه ولتذكير زملائنا الممارسين بضروره عملها وفقا للطرق الصحيحه. ايضا نتكلم عن البي بي اي، والبي بي اي يمكن عيادات الاسنان تكون مختلفه عن عيادات الثانيه. ليش؟ لان البي بي ما في شيء ستاندر تقول والله بعيادات اسنان لازم تلبس فول بي بي، لازم تلبس والله جاون الحاله، لازم ماسك، لا. دائما بعيادات الاسنان يكون لبس البي بي اي اكوردنج البروسيجر اللي بيعمل. على سبيل المثال طبيب راح مثلا يعمل سكرينينج بس ولا فولو اب مثلا بالعياده، ما يحتاج يعمل اي اجراء، راح يكون في سلايفة او شيء، لذلك ما يحتاج مثلا انه يلبس جوجلز، ما يحتاج انه يلبس جاون، ما يحتاج. لذلك مهم جدا ان نعرف انه البي بي اللي نلبسها اكوردنج للبروسيجر في عيادات الاسنان. فلما اجي مثلا اتابع امتثال عياده الاسنان مراكز العياده الاوليه بمعايير مكافحه العدوى، واجي الاقي الممارس مثلا لابس نوع معين من البي بي، فهذا عادي اكوردنج بروسيجر. اذا بروسيجر يحتاج فول بي بي فمعناه انه حيلبس الفول بي كامل. اذا لا والله سكرينينج او اشياء بسيطه ما حيكون فيها عمل او تدخل جراحي او تدخل طبي ومجرد سكرينينج، فما يحتاج من فول بي بي. ايضا مهم جدا تكون بي بي متوفره، وايضا تكون الزملاء الممارسين الصحيين فيها على درايه كامله بالطرق المثلى للبس البي بي، سواء بلبسه او حتى بخلعه. وايضا توفرها جدا مهم، لازم تكون موفره لجميع الزملاء ويستخدم فيها ايضا البروسيس حق الديسبوسبل ايتمز.
لازم نعرف انه عيادات الاسنان لها اجراءات خاصه مخصصه فيها، انه ما قبل وجود المريض واثناء وجود المريض وما بعد خروجه، وفي اشياء مهمه يعني تكات جدا ضروريه ان احنا نهتم فيها كمهتمين بمكافحه العدوى في عيادات الاسنان. اول شيء انه قبل ما يدخل المريض لازم الاسيستنت او حتى المسؤول او الدنتال ستاف لازم يعمل هاند هيجين، يلبس البي بي. ونجي لاهم مرحله من تجهيز العياده اللي هو الكليننج وديسنفكشن لها، لازم تكون العياده يعمل لها كليننج وديسنفكشن سواء بتوين كل بيشنت او استخدام الادوات المساعده، وحنتكلم ايش هي الادوات المساعده اللي تحافظنا على البيئه الامنه داخل عياده الاسنان. طبعا مهم جدا انه نعمل كليننج وديسنفكشن للسيرفس اللي ممكن تكون هايلي تاتشد ويلمسها الطبيب او الاسيستنت. ايضا مهم اننا نغطيها بكفر، والافضل يكون الكفر، وراح نشرح وش هو الكفر وشاليته وكيف يتم استعماله. على سبيل المثال الأشياء اللي ممكن يلبسها الممارس أو يلمسها الممارس الصحي بشكل متكرر زي السينك حق العيادة اليونت، أيضا الهاند بيس كونكتور، وحنوضحها لكم بالصور إيش هي. طبعا مهم أيضا نعمل ديسنفكشن بري كلين للسيرفس بالسبراي ونتركها حتى ينشف. وطبعا هذه الأشياء ما في وقت معين يعني يقول الممارس والله اتركها 5 دقائق 6 دقائق، لا، في حاجة اسمها الكونتاكت تايم عند اي منتج يستخدم للديسنفكشن، لذلك لازم نعرف اي ديسنفكشن نستخدمه كم الكونتاكت التايم حقه، 5 دقائق 10 دقائق. فاول ما يتم التعقيم بها نعملها دراي ايضا بالوايبنج، بعدين نبدا نشيل الماكس والماسك والجلوفز، ونقدر نقول ان العياده الحين باذن الله انها جاهزه للاستخدام. لازم نتعمق كثير ونتكلم عن يمكن من اهم النقاط ل تجهيز العيادة للبيشنت، وهذا جدا ضرورية، وللأسف أن في بعض الأماكن تكون مهملة. لازم أن نعرف أنه يتم تعقيم العيادة في البدايات، وبعدين يتم استخدام البارير، وهذا شكل البارير. موجود هذا البارير، هذا شكله إذا أنتم شايفينه. ايضا مهم ان نغطي الاشياء اللي يتم تغطيتها بالبارير، هي الاشياء اللي كثيره التلامس، اتكلم عن الهيد ريست اللي يقعد عليه البيشن اللي هو حقه الراس، ايضا الكنترول بوتون موجوده في الشير حق الدنتال يونت، ايضا اللايت الزر حق اللايت واللايت هاندل الاير ووتر سيرنج، وكلها حنوريكم ايش هي الادوات بالصوره الجايه باذن الله. ايضا مهم جدا نعرف انه اي سيرفس يتغطى بالبارير ما اذا لم يتم تلامسه مره ثانيه مو شرط ان يعمل كلين ديسفكشن لنفس الاريا، اغير البارير بتوين البيشنت. اذا ما عندي بارير انا اعقم العياده كلها بتوين كل بيشنت، لكن اذا انا عندي بارير فهستخدم هعمل كلينينج ديسنفكشن للعياده باول الشفت وبالشفت الثاني، لكن بتوين البيشن انا حستخدم البارير. واذا شلت البارير ولمست السيرفس اللي تحتها هنا لازم اعيد الديسنفكشن، لذلك لازم نكون حذرين لما نشيل البارير بتوين البيشن ونغيره انه ما يكون تلامس الاريا للسيرفس اللي نقدر نقول انها هي ديسنفكتد اوريدي. لازم نعرف ايضا انه افضل الطرق لتعقيم العياده هو استخدام البارير. وطبعا من اهم الاشياء المهمه جدا انها تغطى بالبارير اللي هي الاير ووتر سيرنج هوز، وهذه ضروري انه تعرفون ان هذه اشياء جدا ضروريه، والهاند بيس والسلايفا اجكتور، يمكن هذه مصطلحات الزملاء اللي اشتغلوا بعيادات الاسنان يمكن يعرفون ايش هي الانسترومنت هذه، حنشرحها بالصور للزملاء اللي ما سبق لهم معرفه فيها. يمكن هذه بعض الاشياء اللي تكلمنا عنها قبل شوي، اللي هي لما نتكلم عن الاير ووتر سيرنج، هذه هي طبعا يكون منها نوعين، النوع الاول يكون ميتل او ستان ستيل ويتم تعقيمه، وفي النوع واللي هو الافضل واحنا ننصح فيه اللي هو الديسبوسبل اللي يستخدم لكل بيشنت. طبعا هذه مهمه، هي اداه تستخدم طبعا انه يكون فيها ماء او حتى
يعمل يطلع منها هواء لتنشيف الاورال. ايضا راح نتكلم ايضا من السلايفه اوجكتور، هذه مفترض انها تكون ديسبوسبل الافضل، وهذا اللي هو الهاند بيس. لذلك هذه بعض الانسترومنت الخاصه بعادات الاسنان اللي دائما نتكلم عن تعقيمه واهميته، وليش نتكلم عنها اصلا خصوصا، وتكون حالات خاصه ما هي موجوده الا بعادات اسنان، لان هذه الادوات جدا حساسه وتلامس المناطق جدا ريسكي ومشجعه لانتقال العدوى، لذلك التحكم فيها جدا ضروري. هذه عيادات الاسنان او اليونتس، هنا نتكلم لو تشوفون هنا الهيد ريست اللي هي منطقه راحه الراس للبيشنت، هذه يفضل انها تتغطى ببرير او يعملها كلينينج ديسفكشن بدايه اليوم، بعدين تتغطى ببرير وتتغير. هنا لما نتكلم احنا نتكلم عن الهوز اللي هي الليات الموجوده هنا، هذه مهم جدا ايضا انها تتغطى الراس حقها اللي يتم ملامستها بشكل كبير من الزملاء الممارسين الصحيين بعيادات الاسنان. لما نتكلم ايضا عن الكنترول بلان اللي هو هنا، اللي هو الجهاز اللي يستخدم للتحكم في العياده، ايضا لما نتكلم عن اللايت هاندل، المنطقه هذه مهم جدا انها تغطى ببارير. لذلك هذه بعض الاشياء الحساسه جدا بعيادات الاسنان وتعتبر ناقل العدوى اذا ما تم الاهتمام فيها. راح نجي نتكلم عن اهم النقاط اللي هي اهم، حتى الاشياء الناقله اللي نقول انها والله هي ناقلة العدوى بشكل كبير. الاسترومنت دائم هي خطر على مستوى تقديم الرعاية الصحية، نتكلم عيادات أسنان وحتى خارج عيادات أسنان، عيادات أسنان بشكل مرة كبير. لازم نعرف أنه إحنا لما نجي نفتح الأدوات، تفتح طبعاً بدون يتم ملامسة الأدوات، تفتح الاسترومنت باكج، وأيضاً لازم نعمل هاند هيجين، ويفضل أنه أو ضروري جداً أنها تفتح امام البيشنت. لاحظ دائما الادوات تفتح من قبل ما يجي البيشنت، اهمال او عدم درايه بمعايير مكافاه العدوى، وتجهز الادوات على اساس انه والله العياده احنا مهتمين جهزناها بدري، ممكن هذا الشيء اصلا مضر وسبب لانتقال العدوى. لذلك فتح الادوات يتم بدون ملامستها ويعمل فيها الاسبتك تكنيك ويفتح امام البيشنت. زي ما قلنا هنا نقطة ثلاثة، انه يتم لبس البي بي اكوردنج البروسيجر. دائما نعرف ان عيادات الاسنان احنا نلبس، زي ما نعيد ونكرر، لازم نعرف انه يتم لبس البي بي اكوردنج البروسيجر اللي حيتم العمل فيه. بعدين يتم طبعا انه نشبك الهاند بيس اللي وريتكم اياه، اللي هو جهاز الحفر للاسنان، ويتم تركيب الادوات اللي يتم العمل فيها. طبعا هذا بعد ما يجلس البيشن عندنا بالعياده، بعدين نجي خلال فتره العلاج. خلال فتره العلاج في حاجه مهمه، وهي من زمان كان الابك ينصح فيها وتعززت كثير وقت الجائحه، وقت الجائحه اكتشف ان هذا الشيء يقلل من انتقال العدوى بنسبه 70%، العدوى المنتقله بالتنفس، اللي هو حاجه اسمها الربر دام، اذا كان في حاجه لها طبعا، وغالبا تكون حاجته مره كثيره خصوصا في علاج الجذور وكذا. فلذلك حنوريكم ايش هو الربر دام، هو حاجه تستخدم لتقليل انتقال العدوى وحتى طبعا للممارس وحتى للبيشن، ويتم ايضا استخدام الهاي فوليوم انفكشن، هذا يستخدم ايضا لسحب السلايفة ومنع انتقال العدوى. ومهم جدا اننا نهتم بالهاند هيجين ونلبس فريش جلوفز لما حنبدا البروسيجر، غير الجلوفز اللي احنا استعملناه مثلا في تعقيم العياده وغيره. ايضا مهم جدا، وهذا خطا للاسف متكرر، الخروج بالبي، احيانا في كسل تلاقيه بنفس الجاون طالع الاسيستنت او حتى الطبيب طالع يجري مكالمه، يجيب ملف، يجي مجرد خروجك انت بالبي بي خارج العياده معناه انت طلعت من منطقه كلين ومعقمه الى منطقه قد لا تكون معقمه، ورجعت والله ممكن انك تسبب انفكشن من داخل العياده. مهم جدا ان نعرف احيانا على سبيل المثال بعض الملاحظات اللي تم رصدها من خلال الزيارات، ولما نطلع نشوف بعض معايير مكافحه عدوى وتطبيقها، نلاقي بعض الزملاء مثلا يجي والله يعطي انجكشن للبيشنت، وعلى ما يتبنج هو يطلع برا يجري اتصال ولا يشرب له كوفي ولا مويه ولا شيء، بعدين يرجع مره ثانيه. هذا الشيء خطا، البي بي موجوده فقط للعمل داخل العياده، مجرد الخروج بالبي لخارج العياده انت كذا اصبحت البي بي قد تكون كونتمينيتد. مهم جدا ايضا ان يتم تغيير البي بي في حال انه حصل فيها اي شيء يمنع انها تكون حاميه للممارسه وحتى البيشن،
توسخت، انقطعت او واتيفر، لذلك يتم تغييرها. مهم بعد ان نعرف انه اي انسترومنت تقع على الارض لازم انها ما ترزع خلاص، هذا دايركت تطلع للتعقيم ويعاد تعقيمها. البعض يستخدم انه مثلا لو طاحت الادوات والانسترومنت على الارض والله يجي يقول اوكي وانا احط سبراي واسوي له ديسنفكشن يلا تمام يلا نرجع نشتغل فيها، لا هذا الشيء غير صحيح وجدا مضر وعاد للاسف متكرره. لازم نعرف انه ما يتم عمل ريكاب للنيدل بالهاند. طبعا العيادات الاسنان من العيادات القليله اللي يسمح لهم انهم او من الممارسات القله اللي ممكن لهم يعني استثناء في معايير مكافحه عدوى انه يعملوا ريكاب للنيدل، لكن هذا ما يعني انهم يعملوا باي طريقه كانت ممكن تضرهم لهم وتسبب لهم شارب انجري، لا في طرق معينه انهم يعملوا ريكاب وحنشرحها بالديتيلز بالمرحله الجايه. مهم جدا ان نعرف انه ما يتم تسليم السيرنج او حتى الشارب انسترومنت يد بيد ما بين الممارس ما بين الاسيستنت والطبيب. طيب شلون يسلمون بعضهم؟ توضع على التري اللي هو حق العياده يوضع عليها وهو يروح يستلمها، لكن تسليم السيرنج وحتى الشارب انسترومنت تسليمها بيد بيد هذا الشيء جدا خطير، ممكن يسبب شارب انجري لاي احد فيهم. ايضا مهم جدا انه دايم وايضا للاسف هذا الشيء متكرر ايضا انه يتم التسليم بدون النظر يعني الالتفات والنظر لها، يكون الطبيب مشغول يشتغل بفم البيشنت وحتى الاسيستنت يتواصل مع احد ثاني وبدون ما يلتفت يمد السيرنج ويسلمها، هذا الشيء خطا. لازم اكون انا يعني انظر للسيرنج وانا الانسترومنت وانا قاعد استلمها من التري وضروري ان ما تستلم هاند باي هاند. ايضا مهم ان نعرف انه لازم ان تنحط الشارب انسترومنت على منطقه مستويه وايضا على نظر الزملاء الدنتال ستاف وتكون في ستيبل بوزيشن، ما تكون مايله ولا على جنب ولا طالعه، لذلك لازم تكونها مستويه وضعها ستيبل. طبعا مهم جدا انه ما يتم استلام اي شيء بالكونتمينيتد جلوفز، لازم اننا نلبس فوقه اوفر جلوفز ولا ان نلبس نشيل الجلوفز وبعدين نسوي هاند هايجين، هذا الشيء متكرر احيانا يعني يتم استلام الفايل بنفس الجلوفز ولا نلمس اي شيء ونرجع نشتغل في فم البيشنت وهذا جدا خطر. ايضا في حال التعرض لبلد ولا سلايفه مباشره طبعا لازم ان نعمل البوست اكسبوجر ميديكال ايفالويشن ونبدا نتواصل مع قسم مكافحه العدوى. هذه الاشياء يمكن احنا نعرفها كمختصين مكافحه العدوى، لكن الاهم من كل هذا ان ما اكثر ما يقال بهذه الدوره ان يتم تعزيز الزملاء الممارسين او الدنتال ستاف اللي ما يعرفون الشيء هذا، لذلك ضروري انه يعرف انه انت احيانا بعض الاشياء او المشاكل اللي ممكن تواجه زملائنا داخل العياده هم ما يعرفوا الطريقه الصحيحه للتعامل فيها، لازم يعرفون انه انت لما يصير لك اي اكسبوزد لبلد ولا سلايفه ان انت لازم على طول تتوجه للزملاء او الشخص المختص في مكافحه العدوى. هذا هو الربر دام اللي نتكلم عنه. في دراسة أيضا أنه خصوصا أيام الجائحة أن الربر دام يقلل ما يقارب تقريبا 70% من انتقال العدوى للأمراض التنفسية في حال استخدامه، ويمكن أثبت فعاليته بشكل كبير أيام الجائحة طبعا لأن كان في ريستريكشن كبير على التعامل خلال عيادات الأسنان، لذلك كان الربر دام يمكن خط حماية قوي صراحة خلال المرحلة هذه. طبعا بعد ما يطلع البيشنت تم العلاج الطبي ايش يصير؟ احنا نجي نشيل الجلوفز وبعدين الماسك، بعدين نبدا نلبس فش جلوفز وماسك ونبدا ناخذ كل الانسترومنت ونحطها في تري مخصص لذلك، ونبدا ناخذ الشارب انسترومنت ونشيلها في الشارب كونتينر وطبعا ديسبوسبل، وبعدين نبدا الاشياء اللي هي الاشياء النون شارب ديسبوسبل انها تتحط في الميديكال ويست اكوردنج الميديكال ويست بروتوكول او بوليسي. ايضا مهم جدا نعرف انه حتى هذه الحاجه حتى انه تتم حتى قبل المريض انه لازم نعمل فلاشينج للمويه اللي طالعه من عياده الاسنان، والفلاشينج ما يقارب من 20 الى 30 سكند بتوين البيشنت، لازم اجي اطلع المويه
من عيادات الاسنان ووحدات المويه حقتها بعد ما يطلع البيشن من 20 ل 30. واذا رجعنا نعمل ما بعد اجازه طويله ويكند لازم ان نعملها فتره طويله، غالبا تكون من دقيقتين واكثر. ليه؟ لانه احيانا تكون بعض الانفكشن او بعض المياه الراكده المضره الموجوده داخل هذه الوحدات وتحت هذا الهوز ممكن تسبب عدوى للمريض. لذلك اول ما يطلع لازم فلوشنج جدا مهم. اول ما يطلع البيشن من عندي انا ابدا اعمل فلوشنج لكل الاشياء اللي فيها ارتباط بووتر ولا هواء وجايه من خارج العياده ولا من نفس الوحده من 20 الى 30 ثانيه. ايضا احنا نبدا نشيل الكفرز اللي هو البارير اللي شرحناه قبل شوي اللي هو حق التعقيم، بشرط ان او حق الديسنفكشن بشرط ان احنا نكون حذرين ان احنا ما نلمس المنطقه اللي تحت المعقمه، وفي حال ان احنا لمسناها لازم ان نعيد تعقيمها. طبعا ضروري ان ناخذ الادوات دايركتلي ونحط لها ونرسلها للتعقيم، وحنتكلم عن تعقيمها ببعض التفاصيل المهمه. وايضا مهم جدا ان احنا نشيل الجاون، نبدا نشيل البي بي ونشيل الجلوفز ونسوي الهاند هيجين. يمكن هذا بعد ما يمشي البيشن اهم الخطوات الضروريه. نجي لمنطقه او نقطه الادوات، ضروري ان نعرف ان احنا قبل ما الطبيب او حتى الاسيستنت قبل ما نجي نفتح الادوات لازم نتاكد من صلاحيه تعقيمها. اتوقع الزملاء اللي شرحوا بعض المعايير فيما يخص تعقيم الادوات الاسنان لازم انهم طبعا ذكروا هذه النقطه، لازم ان نتاكد من انه الباوتش حق التعقيم هو فعلا سليم انتاكت، ما صار له ما هو مقطوع، الانديكيتر موجود فيه يدل دلاله على انه اكتملت دوره التعقيم الخاصه فيه، ما في اي رطوبه، ما في اي شيء ضره هنا. وضروري طبعا نتاكد، للاسف بعض اخطاء متكرره بعض الزملاء ما ينتبهون على طول، افتح الانسترومنت يلا ابدا اشتغل بحكم بعذر الزحمه او غيره وعدم انتباه، هذا الشيء غير مقبول. ضروري جدا نحن نتاكد من سلامه ادوات التعقيم الموجوده. وتكررت انه احيانا تجي بعض الادوات نرجعها لقسم التعقيم نقول هذه لم يكتمل تعقيمها، يعني مهم جدا. مو معناه اي اداه تجي من قسم التعقيم معناه ان احنا نضمن نفتح الباوتش وخلاص، لا، ممكن يكون والله مقطوع بسبب انه في ادوات شار موجوده من ادوات الاسنان، ممكن يكون والله ما اكتملت دائره التعقيم حقه وما تعقم الانديكيتر، واضح انه ما تعقم بشكل كامل. ايضا لازم انها تفتح بدون ما نعمل تاتشنج الانسترومنت، ايضا مهم جدا انه تفتح بيد نظيفه ولا يتم فتحها بالجلوفز. ايضا مهم جدا اننا مجرد ما الانسترومنت يتم لمسها بجلوفز او غيره احنا نعتبر انه الجلوفز هذا كونتامينيتد، لازم يتم تغييره. بعد ما يتم فتح الادوات طبعا لازم ان نتاكد زي ما قلنا قبل شوي ان نتاكد من الانترن كيميكال انديكيتور مضبوط، ومعناه انه والله الادوات وصلت لدرجه التعقيم المناسبه وهي فعلا سترلايز. اذا حصل مشكله ايش نسوي؟ مو معناه اني والله ندق التعقيم لا يعطوني ادوات ثانيه او لا، ضروري ان يتم ارسالها ويعمل لها زي بروسيس معين انه بحيث انها يعملونها زي الانسيدنس ريبورت. وش السبب بالشيء هذا؟ عشان نتاكد انه من الادوات اللي طالعه من نفس هذا الجهاز او من نفس التراكر، ان نضمن انه حتى ما وصلت لعيادات ثانيه، فنضمن انه ما يكون ممكن يكون احيانا مشكله في نفس جهاز التعقيم او غيره. لذلك مهم جدا الابلاغ عن اي مشكله تخص تعقيم الادوات. حنتكلم عن الشارب سيفتي، يمكن هذه ابرز المشاكل اللي تواجه الزملاء في عيادات الاسنان دائم بحكم انه تعاملهم جدا عالي مع ادوات الشارب، فكثير تصير اصابات بسبب الشارب انسترومنت. لذلك مهم جدا بعض الاشياء اللي نقول انها هي مهمه جدا بحيث انها باذن الله تقلل من الاصابه بالادوات الحاده. مهم جدا ان ما نعمل بندنج ولا بريكنج للنيدل قبل ما نرميه،
لعدة أسباب كثيرة، من ضمنها أنه خطر على الممارس، وأيضا خطر على الممارسين زملائنا اللي يحملون الميديكال ويست للخارج ليتم إعادة تدويرها. مهم جدا أن ما يتم إزالة النيدل من الديسبوسال ميديكال سيرنج قبل ما يتم إتلافها. أيضا مهم جدا أن يتم التخلص من النيدل اللي تم استعماله بوقت سريع، as soon as possible. ما يعني يفضل ما يتم تركها لنهاية الانتهاء من الاوبريشن او غيره متى ما حصلت الفرصه للتخلص منها بشكل سريع، فهذا جدا مهم. ايضا لما قلنا انه والله ترى المسموح لعيادات الاسنان يعني او للممارسين في الاسنان انه يعملوا ريكابنج عكس العيادات الثانيه. طيب وشون يعملوا ريكابنج؟ راح اتكلم عنها بطرق معينه، بس قبل هذه النقطة أنه لازم نعرف أنه هذا الركاب لازم يعمل بحاجة اسمها تكنيك معين خاص في عيادات الأسنان اللي هو One Hand Scope Technique، وحنشرح لكم وش هو كيف يعمل One Hand Scope Technique إذا ما تم وجود حاجة للإنجرين كنترول، يعني أدوات خاصة بحيث أنها تقلل من الركاب بال One Hand العادي، وفي صور لها حنوريكم إياها. طبعا مهم جدا ان نعرف انه شود بي نفر انه انت تعمل ريكاب بيدينك الاثنين كممارس، لان هذه ممكن تسبب مهما تمتلك من خبره لابد انه في يوم من الايام ان تسبب لك اصابه. طبعا مهم جدا ان نعرف ان ما نسلم يد بيد الشارب انسترومنت لبعضنا في العياده وتكون تنزل على تري ويتم التعامل فيها. هنا نتكلم عن أبرز الممارسات الخاطئة. هنا قاعد الصورة الأولى قاعد يتم عمل ريكاب للنيدل باي تو هاند، هذا خطأ ما ينفع. أيضا هنا النقطة الثانية يتم تسليم السيرنج من يد ممارس إلى ممارس آخر باليد، وهذا جدا خاطئ يؤدي لإصابة. النقطة الأولى الصورة الأولى هذه تتكلم عن التكنيك اللي قلت لكم عنه اللي اسمه One Hand Scope Technique. هذا هو باختصار هو إيش؟ يتعمل الريكابنج أو الكفر حق النيدل على التري، والطبيب نفسه بيد واحدة يحاول أنه يدخل النيدل فيها. النقطة الثانية اللي يتكلم عنها الإنجرين كنترول، بعض الأدوات الخاصة اللي شوية أدفانس أنها تستخدم أنها في عيادات الأسنان بحيث أنه يعمل لها تساعد أنه ما يعمل One Hand Scope Technique، أيضا ما يعمل الريكابنج باي تو هاند. هنا نجي للانفايرمنتال، وزي ما كنا زي ما ذكرنا بالبدايات ان الانفايرمنتال من اهم اسوه ببقيه الاقسام بالمنشات الصحيه. الانفايرمنتال بعيادات الاسنان جدا مهم، ولازم نعيد ونكرر انه في عندنا نوعين من الانفايرمنتال بعيادات الاسنان، في الكلينيكال سيرفيس وفي الهاوس كيبنج سيرفيس. الكلينيكال سيرفيس هي منطقه العلاج واللي يتم عادة تعقيمها وفق المعايير الطبية، اللي ما ينفع تتعمل باي الهاوس كيبر، وتنفع أنه لازم تستخدم باي أو تعمل بناس ممارسين صحيين وعارفين الطرق المثلى للكلينينج والديسنفكشن حقها. مهم جدا نعمل كلينينج وديسنفكشن زي ما قلنا للدنتال شير، اللايت هاندل والسويتش والدنتال راديوغراف اكويبمنت وكل الادوات اللي يتم استعمالها او الطبيه ومنطقه العلاج الطبي. عندنا تو ميثود احنا عشان نقلل من العدوى، يا يعني انك تستخدم البارير وزي ما قلنا لكم هذه صوره البارير وناكد انه هو الافضل، يا يعني ان نعمل كلينينج ديسانفكشن. البارير طبعا هو النقطه الافضل لعمل كلينينج ديسانفكشن. هو وشو؟ هو بلاستيك راب ينعمل، طبعا لا يغني هذا الشيء عن كلينيكال ديسانفكشن، لكن نعمل كلينيكال ديسانفكشن بطريقه اقل. شلون طريقه اقل؟ نعمل كلينيكال ديسانفكشن اول شيفت ونهايته، وبتوين بيشن نستخدم البارير. وفي شروط البارير زي ما قلنا، لما اجي اطلع البارير وغيره بتوين بيشن ضروري اني اعرف اني انا ما المس السطح اللي تم تعقيمه. طبعا الكلينيكال ديسانفكشن يستخدم بواسطه سيرفيس ايجنت اللي هو المواد الخاصه بالكلينينج والديسانفكشن، وضروري نعرف وش الكونتاكت تايم حقنا اسوه باي ادوات او سبراي احنا نستخدمها للتطهير.
الهاوسكيبنج سيرفيس اللي لازم نعرفها، اللي طبعا اكيد تعرفونها زي الفلور والوول والسينك، هذه الاشياء اللي يتم تنظيفها عن طريق الهاوسكيبر. طيب الهاوسكيبر وللاسف في ضعف في رفع مستوى الوعي في معايير مكافحة عدوى لزملائنا الهاوسكيبنج بالمنشآت الصحية. ضروري جدا أنا كمهتم بمكافحة عدوى أو مختص فيها أني لازم أرفع مستوى الوعي عندهم، لازم أدربهم على البي بي إي، لازم يعرفون وش هي معايير مكافحة العدوى اللي هم يتعاملون فيها وكيف يتم التنظيف. مهم جدا أيضا نلاحظ بعض الأخطاء أن الموبل كلوث الموجودة ما يتم استخدامها، تلاقيها قاعدة 4 أيام حتى لونها لون غريب جدا وما تنظف قد ما هي ممكن توسخ. لذلك مهم جدا أن تكون الممسحة والأدوات اللي يستخدمونها للتنظيف لازم يتم تنظيفها بعد كل استخدام. أيضا مهم جدا أو أفضل أن تستخدم في حال التوفر الديسبوسيبل انسترومنت الأشياء هذه، البوكيت أو حتى السلة حقت التنظيف اللي يتم فيها وضع أدوات التنظيف وخلطها لازم أنها يتم تغييرها نهاية الشفت أو الدي، ولازم لما تتغير تتنظف بشكل كويس، وما ينفع ابدا انها يتم المويه تقعد يعني بالايام وحتى بالاسابيع، لانها هذه بدل ما هي تكون مانعه للعدوى هي مصدر كبير للعدوى. هنا يمكن توضيح بسيط انه وش الكلينيك سيرفس وش الهاوس كيبنج سيرفس، ودائما هذه النقاط للاسف هي نقاط اختلاف كبيره عند بعض الزملاء، فلازم يعرفون انه والله في بعض المناطق ما ينفع الهاوس كيبنج يعمل لها كليننج او ديسفكشن او ينظفها، هي مناطق طبيه لازم انها تتم تحت اشراف ممارس طبي وبطرق معينه. لذلك وزي ما ذكرنا زي اللايت هاندز وسويتش والدنتال شير، متى تتم؟ دائما تتم ات بيجنينج اوف ذا داي اند بتوين ذا بيشنت، وزي ما قلنا أنا نرجع لنقطه الكلينيك سيرفيس نقطه البارير في حال وجود البارير او عدمه. الهاوس كيبنج سيرفيس طبعا زي الفلور الوول السينك فهذه لازم يتم تنظيفها، طبعا الفلور والسينك لازم تنظف ديلي. بالنسبه للوول والويندو في مراجع كثير تختلف من مرجع الى مرجع، لكن غالبا او يعني معظمهم اتفقوا انه اتليست لازم تكون كل 3 شهور، او حتى لما يكون في بوليسي للعياده موجود والله انا البوليسي حقتي حق المنشاتي لا انا منطقه غبار ومنطقه ما هي كويسه صراحه، لذلك انا ابغاها كل شهر، انا ابغاها كل شهرين. هو العاده يكون كل 3 شهور او متى ما رأت العيادة حسب سياساتها متى تحط هذا الفريكونسي للهاوس كيبنج سيرفيس. مهم جدا نتكلم عن نقل الأدوات. نقل الأدوات لها طرق معينة مهمة ولازم نكون حذرين خلالها. أول شيء لازم نعرف، وهذا خطأ متكرر عند بعض عيادات أو مراكز الرعاية الأولية أو حتى المستوصفات، أنه يجي يقول لك والله أنا في أوتوكليف جهاز جوا عيادة الأسنان، هذا جدا خطأ. لازم أنه ما يتم عمل ريبروسيسنج للإنسترومنت داخل العيادة، ضروري جدا. حنوريكم بعض الصور بعض الأشياء الخاطئة. أيضا مهم جدا أنه الأدوات دائما نشوف للأسف أنه يتم التأخير في نقل الأدوات، تجد الأدوات لآخر اليوم، فلذلك مهم جدا الأفضل أن تنقل العيادة الدايركت أول ما الأدوات دايركت أول ما يتم العمل فيها إلى مركز التعقيم في المنشأة. مهم جدا أنه لما ينقلها زملائنا الممارسين لازم يلبس البروبر بي بي إي اللي يستخدم لنقل الأدوات من جلوفز وماسك وفيس شيلد. أيضا مهم جدا أنه يتم في حال التأخر في نقلها أنه يتم استخدام ترانسبورت جل وتستخدم في كلوزد كونتينر، حنوريكم صورته. طبعا مهم جدا أنه الأدوات لما تنقل ما يكون فيها بلود أو غيره. مهم جدا أيضا أنها تتم الديسبوسيبل آيتمز ما يتم نقلها للسي اس تي، لا يتم التخلص منها حسب سياسة النفاية الطبية. أيضا مهم جدا لما ننقل الأدوات إن في هل ننقلها كذا، والعادة دائما تتكرر، تلاقي مثلا والله راكب معك بالأسانسير ممارس صحي ماسك أدوات عيادة الأسنان وطالع موديها مركز تعقيم تحت ولا فوق ومفتوح ونقل العدوى
في الممرات اللي هو قاعد يمشي فيها، الاسانسير وهو قاعد يمشي، قاعد يمشي والله بكونتمينيتد ايتمز قاعد ينقل العدوى. لا، لها شروط، لازم يكون كلوزد، ولازم يكون بنشر ريزيستنت بحيث انه ما يتم اختراقه، ومغلقه جيدا. لذلك الادوات وزايد عليها البايو هازارد لوجو، ويتم نقلها حسب لازم الكونتينر يكون متوافق مع المعايير هذه، ما تنقل باي كونتينر. يمكن هذه صور للكونتينر اللي مفترض ان يتم نقل الادوات فيه، اللي هو على اليسار، وايضا يتم تعقيمه. وهنا التري اللي احنا ما ينفع للاسف، هو متواجد في اغلب العيادات، يتم نقل الادوات مفتوحه بين الاقسام. فيما يخص التعقيم ما حنتعمق كثير فيه، يمكن تم شرحها في محاضرة سابقة، لكن مهم أن نعرف أنه الأدوات يتم تعقيمها بالشكل الجيد، وأيضا يتم استخدام الأدوات الكلينينج اللي تساعد لتنظيف العيادات بشكل كبير وتعقيمها، زي الألترا ساوند كلينر والواشر ديسنفكشن. أيضا مهم جدا أنه يستخدم بعض الأدوات اللي تقلل إصابة زملائنا في قسم التعقيم، زي مثلا لونج هاند البرش، والأشياء اللي تساعد لهم أنه بحيث أنه ما يتم إصابتهم من هذه الأدوات. أيضا مهم جدا أنهم يلبسون البي بي الخاصة داخل أقسام التعقيم، اللي هو على سبيل المثال اللي هي في دوتي جلافز. أيضا مهم جدا أنهم يستعملون البي بي ويلتزمون في داخل مراكز التعقيم بما يحمي سلامتهم. مهم جدا طبعا، اتوقع الزملاء شرحوها، انه منطقه التعقيم في البي اتش سي ضروري انها تكون ات ليست 2 زون. هو العاده المعيار العالمي هو 3 زون، لكنه مسموح بعيادات الاسنان انه حتى عالميا تكون 2 زون. فهذا ضروري، ما تتم في غرفه واحده، ولا تتم ايضا، وهذا اخطر، ولا تتم في داخل عيادات الاسنان. مهم جدا زي ما قلت لكم قبل شوي ان احنا عندنا انديكيتر نتاكد منها انه والله ادواتنا وصلت للسايكل الكامله للتعقيم. هذا الانديكيتر موجود، متى ما تغير لونه معناه انه والله هو وصل لمرحله التعقيم، وزملائنا في التعقيم راح يشرحونها لكم بشكل اكبر. طيب، في سؤال دائم يتكرر يقول طيب بالنسبه للادوات، الادوات تعقيمها لازم ينحط عليها ضروري الديت حق الاسترايزيشن حقها، لازم نحط له ايضا اسم الشخص اللي عقمها، ايضا حتى الجهاز اللي تعقم منه، يعني تراكر كامل لها، وهذا ضروري حتى نعرف نرجع لو صار مشكله في اي انسترومنت ولا باوتش، نقدر نرجع للتراكر حقنا الموجود، ونحاول ان نمنع تضرر اي احد من الادوات هذه. راح نجي لبعض الادوات اللي ممكن تستخدم في عيادات البي اتش سي، اللي هو احيانا يستخدم علاج جذور. علاج الجذور هذا له بعض الادوات الخاصه، ودائما هي تنقسم الى نوعين من الادوات، وجميعها حساسه لانك تتعامل مع بلود بشكل كبير، وهذه الجهازين ايضا شارب او الاداتين. لذلك عندنا نوع، النوع الاول اللي هو البروش. البروش هذا يستخدم لسحب الجذر. هذا البروش هذا ون يوز، للاسف نلاحظ من بعض العيادات انه يتم تعقيمه وعدم استخدامه. هذا ما يتعقم نهائيا لعده اسباب، اللي اهمها انه صعوبه تنظيفه وتعقيمه حتى بالادوات، حتى من تسمع مع الترا سونيك ولا اي واشر ماشين ما يتعقم، لانه في شارب انجل حاده جدا ما يتم وصول التعقيم لها. لذلك هذا يستخدم استخدام واحد. عندنا نوع ثاني، طبعا انتم ملاحظين هنا هذه المناطق الحاده فيها. بعدين نجي هنا للفايل. الفايل هذا لازم نعامله حسب المانيفاكشن انستراكشن حقتها. لازم كل فايل نجي ونقرا، طبعا عشان نعرف يتعقم ولا ما يتعقم، نعرف انه هذا الفايل في امكانيه انه يتحمل اوت كليف تعقم ولا، وخصوصا غالبا انه بعض حتى الفايل انه اذا تم استخدامه يفضل انه يكون ذا سيم بيشنت، يعني ما يتم استخدامه البيشنت ثاني، وحتى لازم يكون في شيء انه يدل على انه قابل للتعقيم او لا، وفي حال انه قابل للتعقيم يستخدم لنفس المريض، لانه في علاج العصب ممكن يرجع مرتين او ثلاث ما يتم استخدامه البيشنت ثاني.
هنجي لنقطة جدا مهمة وحساسة اللي هي نقطة الدنتال يونت ووتر لاين. دايم كثير منطقة الخطر عندنا اللي هي الموية الجاية من عيادات الأسنان، ودايم نشوف أنه حتى في تحاليل الموية والله هل العيادة هذه صالحة للاستخدام أو غير صالحة. ممكن يجيك البيشن يتعالج وكل البراكتس عندي تمام، الدنتال ستاف عاملين كل بروكوشن، العيادة معقمة، الأدوات معقمة، وانت من حيث لا تعلم جايك عدوى من منفذ الماء اللي موجود او حتى من الهوز الموجود. كيف نقدر نعمل كنترول للدنتال يونت انفكشن الموجود، ووتر انفكشن؟ لذلك عن طريق بعض الاشياء اهمها الفلاشينج. زي ما قلت الفلاشينج احنا نعمله اول يوم 2 minutes، ونعمل بتوين البيشنت من 20 الى 30 ثانيه، ونعمل بأكثر من دقيقتين لما نرجع من إجازة أو العيادة ما اشتغلت كثير. على فكرة على سبيل المثال جاي من ويكند ولا جاي من إجازة حج أو غيره، خلاص أنا أجي أقعد أعمل لونجر فلاشينج للموية اللي أو وحدات المياه الموجودة. طبعا انه لما نعمل فلاشينج لازم مهم اني انا ما اشبك الهاند بيس، لانه انا ما استفدت شيء لما اشبك الهاند بيس واعمل فلاشينج، فانا ممكن انه الهاند كونتمينيتد الهاند بيس. فنعمل فلاشينج وذاوت نركب الهاند فين البيس اللي هو جهاز الحفر. الووتر سامبل هذا نقطه جدا مهمه، ان احنا شلون يكون عندنا تحاليل مياه خاصة بعياداتنا ونقدر نتأكد أنه والله الموية أنا عملت فلاشين كل شيء. طيب أنا ممكن مصدر الموية عندي ملوث، لذلك مهم جدا أنه يعمل تحليل لوحدات المياه عندنا بطرق معينة. ممكن أعطيكم الجايد لاين الموجود فيها وترجعونها الأدلة على المستوى الوطني والعالمي أنه شلون نعمل تحليل موية. تحليل موية غالبا يتم على المستوى الوطني يتم اعتماده كل 6 شهور، ويتم إرسال العينات المياه هذه المايكروبيولوجي لاب، ولازم نعرف انه عندنا رقم لازم نعرفه، لانه يتم ما يتم قياس جودتها، يتم قياس كميتها. لذلك لازم انها ما تتعدى 500 كولوني فورم يونتس، وهذا رقم لازم احنا نحفظه. متى ما تعدينا الرقم هذا معناها العياده غير صالحه للاستخدام. وفي ارقام قبلها اللي 250 طبعا، لهذا نعمل نقول احنا في مرحله كوركتيف اكشن، يعني مرحله مقبله على الخطر، لازم نعمل اكشن سريع لعيادتنا. هنا تحليل المويه اللي تم رساله مهم جدا نعرف. هنا يمكن انا اوريكم، هنا في على اليسار مكتوب نو جروث، وهنا مكتوب رقم. لذلك النون جروث هذا ما ينفع لوحده، هذا معناه اني انا قست الكواليتي بس، لا انا بقيس الكونتويت. لذلك لما يجي ابغى احتاج رقم، هنا قاعد يقول لك هو less than 100. فلما يكون عندي رقم موجود والله ابغى اعرف لما احلل المويه ويجيني تحليل من اي لاب، اقول له لا انا ابغى الرقم، ابغى اعرف هو 100 200 300 400 500. هذا اللي يهمنا في عيادات الاسنان. مهم جدا نعرف انه بعض العيادات البي تي سي يتم فيها سيرجيكال بروسيجر. اتكلم هنا سيرجيكال بروسيجر اتكلم عن الخلع. احيانا يتم بعض الحالات الخاصه او القليله اللي فيها ليميتيشن يتم فيها خلع للاطفال او حتى بعض الاسنان في عيادات الرعايه الاوليه. مهم جدا نعرف ان المويه الموجوده عندنا لازم تكون استرايل، ما تكون مويه عاديه، لان نتعامل مع سيرجيكال بروسيجر. مهم جدا انه اعرف انه الموتور اللي جايه من عندنا، وهذا بشكل عام اللي جايه من المصدر في المنشاه، لازم تمر بفلتره داخل العياده. وغالبا الان بعض اليونت موجوده فيها نفس اليونت موجود فيها فلتر، فما يكون في فلتر بالعياده قد ما انه في فلتر باليونت نفسها. ومهم جدا اني اعرف اليونت هذا لازم يخضع للصيانه الدوريه، مو معناه اني انا عندي فلتر يعني سنه الى سنه ونص ما حد يشوفها، لا، في انه معيار او معايير معينه حسب تعليمات المصنع تحدد لنا متى يتم اعاده الصيانه لهذا الفلتر. وحوريكم بعض الصور وبعض الفلاتر للاسف يعني ما تم صيانتها ابدا، فلذلك هذه نقطة جدا مهمة متابعتها ضرورية. طبعا بالنسبة للووتر لاينز لازم يتم تنظيف الووتر لاين والهوز حق والهوز حسب المانيفاكتشر انستراكشن. في بعض المحاليل والادوات الخاصة يتم وضعها لتنظيف الهوز هذا حسب تعليمات المصنع لكل عيادة. وفي حال
عدم، وطبعا بتكون هي في حال عدم تواجدها في نوع منها يجي ديلي ويكلي حسب الابروف من جهه الاختصاص. وعندنا على المستوى الوطني هنا الابروف لبعض الادوات هي المو اتش، طبعا عندهم زي قائمه وزاره الصحه قائمه كبيره للادوات المعتمد استخدامها كمطهره لوحدات المياه في عياده الاسنان. هنا بعض الاشياء المال براكتس اللي غالبا تكون في العيادات، هنا لما تشوف هنا بعض الادوات البيبيه المعلقه ويتم استخدامها لكل بيشنت. ايضا هنا لما نشوف هنا موجود اوت كليف، موجود يعني هذا كله اخطاء الصوره على اليمين، موجود اوت كليف، موجود جهاز التحميض الاكس راي. لذلك هذه العياده اتوقع انها ناقله العدوى بشكل كبير. هنا نتكلم برضو موجود اوت كليف، موجوده حتى ادوات التنظيف موجوده كلها على البنش، لذلك يجب ان يتم تخزينها بطريقه ملائمه. هنا نتكلم عن فايل تم تعقيمه، لازم ان نعرف ان الفايل ما يتم تعقيمه الا حسب تعليمات المصنع، وفي حال تم تعقيمه يستخدم لنفس البيشنت ويكون مسجل عليه اسم البيشنت. هنا لما نتكلم عن الفلتر، ما اتوقع انه فلتر، يعني اتوقع ان هذا مضر، يمكن هذا يلوث المويه. هذا فلتر ما يعني ما في اي صيانه له، فلذلك مهم جدا ان نراقب صيانه الفلاتر عندنا وتكون صيانتها بشكل دوري. نجي نتكلم عن حاجه والله حديث لي والله، طيب انا شلون اعرف المعايير؟ هل اقرا الجايد لاين كامل؟ مهم جدا اني اكون مطلع صراحه كمهتم في مكافحه العدوى بعيادات الاسنان على كل المعايير واكون ابديتد. يعني مثلا مؤخرا نزل جايد لاين على المستوى الوطني فيما يخص التعامل مع حالات الكوفيد والامراض التنفسيه والسسبكتد في عيادات الاسنان، مهم جدا اني انا اكون ابديتد صراحه. والاهم منها لو مثلا ابغى شيء سمري انا اقدر اطلع فيه على المعايير، في بعض الستاندرز المعتمده على المستوى الوطني، على سبيل المثال في معايير موجوده خاصه لعيادات الاسنان بالبي اتش سي معتمده على المستوى الوطني، هي ستاندرز سمري، ممكن هي موجوده بالعربي والانجليزي، ممكن الواحد يجي يطلع عليها ويقراها وبناء على المعايير يكون عنده لو خبره قليله، وهي سمري الاب اللي يعني البيسك واهم الاشياء اللي تكون مفترض موجوده في عيادات الاسنان. الريفرنس اللي وده يطلع اكثر موجود في مانيوال للانفكشن بروفنشن كنترول في الدنتال سيتنج، هذا الاصدار الثاني له، هو صادر من وزاره الصحه، مهم جدا وكويس للزملاء اللي يبغون يتعرفون اكثر. الاوديت تول اللي قلت لكم عنها هي موجوده في معايير البي اتش سي اوديت تول وستاندرز، وموجود منها قسم لعيادات الاسنان ويتم تحديثها بشكل سنوي على المستوى الوطني، هو جدا رائعه انصحكم بقراءتها، ممكنكم تطلعون عليها في موقع موجود يعني في كل الاصدارات الموجوده على المستوى الوطني اللي هو www.gdibc.sa. طبعا انا سعدت كثير اني اكون معكم اليوم، اتمنى ان شاء الله اني قدرت افيدكم، اعلم بصعوبه بعض الاشياء فيما يخص عيادات الاسنان يمكن ما يفهمونها كثير الزملاء المختصين فيها، لكن ان شاء الله اني قدرت افيدكم فيها. اللي عنده استفسارات اكثر او شيء حتى خارج المحاضره ممكن وسيله التواصل يتواصل معي عن طريق هذا اللينك. تفضل يا شوان. يعطيك العافيه دكتور، ثانك يو فور برزنتيشن، اتس مور اكسلنت. شكرا. ويعطيك العافية صراحة، تطرقت لمعلومات جميلة ويحتاجونها فعلا المراكز الصحية وبتفصيل. فضلا منكم لو سمحتوا إذا عندكم أي أسئلة رجاء أن تكتبونها على الشات. في سؤال يا دكتور، خلال المحاضرة ذكر كاتبين عند نقل الأدوات، هل يجب أن يكون نفس البوكس يكون مقفل أو لا؟ خلال نقل الادوات من العياده لمركز التعقيم لازم يكون في ثلاث شروط، يكون مغلق طبعا، ويكون غير قادر على الاختراق، ويكون ستانلس ستيل غالبا، وايضا مهم جدا ان يكون عليه علامه بايو هازارد لوجو. كاتبين اعاده التعقيم الادوات كل 14 يوم او كل 13 يوم؟ ما شوف، هي تختلف إعادة تعقيمها الأدوات، قصدهم لما تكون محفوظة بشكل لائق كويس وما تم في أي اختراق للباوتش ولا غيره. هذه الشيء متى ما كانت، الغالب اتفقوا أنه متى ما كانت الأدوات سليمة
وما يعني وما صار في اي مثلا خدش للباوتش، فهي صالحه. الا اذا انت رايت كممارس انه غير هذا الشيء، لا والله لا انا احتاج اعاده تعقيمه وهذا الجهاز، لذلك الاكسبيريشن ديت ما عاد فيه حاليا، زمان يمكن كان فيه، لكن بكل التحديثات المؤخره على المستوى العالمي الوطني انه ما في تاريخ انتهاء لها، دام هي سليمه مخزنه كويس، فلازم نتاكد ان مخزنه كويس فعلا. تمام. في سؤال آخر مكتوب: بالنسبة لطبعة الأسنان، كيف أعقمها بالعيادة قبل إرسالها للمعمل؟ شوفي، هي طبعة تفضل طبعة الأسنان، تفضل يمكن تفضل. اي طبعة الأسنان يمكن هي انا ما ذكرتها بالمحاضرة هذه، لان احنا دائما ما يكون في اخذ طبعة أسنان في البي سي، لكن غالبا للفائدة الامبريشن اللي يتم اخذه من البيشنت يتم تعقيمه في العيادة عن طريق سبراي خاص فيها، ويتم وضعها بطريقه معينه وارسالها، لكن مساله اني امشي بالامبريشن كذا في الممرات هذا جدا خاطئ، خصوصا انها ناقل العدوى وتحتوي على بلاد سلايف وغيرها، لذلك نعم يتم رش سبراي عليها داخل العياده وتعمل لها برير معين او باوتش بلاستيك ويتم نقلها لل اللاب حق المعمل. تمام. في نفس السؤال بس الإجابة وفت وكفت. الله الله يعطيك العافية، بس قاعد نشوف إذا في أسئلة أخرى. في سؤال إنهم كاتبين إنه يتم تعقيم اللي هي السكشن وهذه الأشياء، إنهم يعقمونها بالكلوركس، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ السكشن اذا قصدهم نفس الهوز، لا الهوز لها ادوات مخصصه، واحيانا ترى الكلور احيانا حسب انفكشن استراكشن ترى يضر بعض الادوات حتى انه اليونت ما عاد تشتغل، لذلك لها ادوات مخصصه فيها. لازم نرجع هنا لمين؟ نرجع للشركه المصنعه نقول لها لو سمحتوا وش الادوات اللي تنصحون فيها لتعقيم وحدات المياه عندكم، وغالبا تكون هي المعتمده من المستوى الوطني. تمام، يعطيك العافية دكتور، وشكرا لك على محاضرتك الرائعة. الله يحفظك، شكرا شكرا لك، الله صباح يحفظك، الخير، شكرا لك، الله يعطيك العافية. يسلمك. الآن بإذن الله الآن بإذن الله راح يقدم لنا دكتور عبد الرحمن كمال Infection Control in Implants. دكتور عبد الرحمن he has senior register Infection Control PhD in Medical Microbiology and Immunology, Egypt Fellowship in Infection Prevention and Control, CIC Certified 2021. تفضل دكتور عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى يكون الصوت واضح. واضح دكتور، الله يعطيك العافية. شير المحاضرات واضحة؟ عاملها شير بس تحتاج تكون واضحة الآن؟ ممتاز جدا، يعطيك العافية دكتور، واضح. تفضل. أولا أحب أشكر الإدارة العامة لمكافحة العدوى على هذا التنظيم الرائع واختيارها للمواضيع اللي تهم الممارسين الصحيين في مجال مكافحة العدوى، وأشكر كل الزملاء السابقين في اليومين السابقين في المحاضرات، وزميلي الدكتور عبد المجيد اللي كانت محاضرته رائعة إن شاء الله. وأبدأ معكم اليوم إن شاء الله موضوعنا عن الانفكشن كنترول بريكوشن ان امبلانت سيتنج، أو في لو عايزين نقولها معايير مكافحة العدوى في النقل الإسعافي، ولا نقصد في الطوارئ ككل، وإنما نقصد في المرحلة اللي ما قبل الوصول للطوارئ اللي هي مرحلة النقل الإسعافي. ولكن أولا قبل أن أبدأ في صلب الموضوع أحب أتكلم عن ما يخص البي اتش سي. الزملاء في الرعاية الأولية مهم جدا إن هم يكون عندهم خلفية كويسة عن مكافحة العدوى وعن تطبيقها، لأن أحيانا يكون المرضى الذين يراجعون هذه الأماكن من مرضى منقوص المناعة زي الأطفال،
بتكون مناعتهم طبيعيا ما زالت ضعيفة، فيحتاجون إلى حرص أكبر في تطبيق معايير مكافحة العدوى لمنع انتشار الأمراض. وتطبيقا لما نتكلم عنه اليوم أو الموضوع الخاص بي، وهو معايير مكافحة العدوى في النقل الإسعافي، أحيانا يأتي إلينا مرضى في الرعاية الأولية ثم يحتاجون إلى نقل إلى المستشفيات بشكل سريع، فيتم نقلهم من مراكز الرعاية الأولية إلى المستشفيات عن طريق العربات الإسعافية. لابد أن نفهم أن معايير مكافحة العدوى هنا هتشمل كيفية حماية المسعف والمريض، لأن أحيانا يكون النقل الإسعافي لمرضى حوادث الطرق لا قدر الله، مرضى الحوادث الجروح اللي يتعرضون لها غالبا بيكون فيها عدوى بميكروبات خطيرة قد تؤدي إلى بتر لا قدر الله للأعضاء، وبالتالي التعامل مع هذه الأشياء لابد أن يكون دقيق وباتباع معايير دقيقة لمكافحة العدوى. لو حبينا نحصر النقاط اللي بنتكلم عنها اليوم إن شاء الله، هنعرف ما هو التعريف المبسط للنقل الإسعافي، خدمة النقل الإسعافي، وتاريخ نشأة النقل الإسعافي، كيف بدأ وإيش التطور اللي حصل فيه، والمخاطر أو مخاطر العدوى اللي ممكن يتعرض لها المريض أو الممارس الصحي أو المسعف أثناء عملية النقل الإسعافي، وكيف ممكن إن إحنا نحمي نفسنا من هذه المشاكل الخاصة بالعدوى باتباع معايير معينة من مكافحة العدوى، ناخدها بالتفصيل إن شاء الله، ثم نتعرف على فيلد العمل أو داخل سيارة الإسعاف، ما هي الأجزاء الموجودة داخل سيارة الإسعاف، وما أهمية اتباع مكافحة العدوى في كل جزء خاص منها، خلاص، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية، ومن ثم بعد نقل المريض إن شاء الله على خير، ماذا كيف نقوم بعملية التنظيف والتطهير الخاصة بعربات الإسعاف. خلينا نبدأ الأول ب What is the emergency medical service، أو ما هو تعريف النقل الإسعافي الطارئ؟ هو عملية سريعة وطارئة، لازم كلمة emergency طارئة، يقوم فيها المسعف بنقل المريض إلى مكان الخدمة، فبيعتبروها هم إيه؟ يقول لك pre-hospital management، أو الإجراء اللي ما قبل الوصول للمستشفى. ففي إجراءات لابد أن تتم قبل الوصول للمستشفى في هذه الخدمة. ما احنا لو عايزين نعمل تعريف لخدمة النقل الإسعافي هنقول هي الخدمة المقدمة للمريض أثناء نقله إلى المستشفى أو ما قبل وصوله إلى المستشفى، وعادة بتكون حالات طارئة هي اللي بيتم فيها الإمرجنسي ترانسبورت أو النقل الطارئ. وممكن نعطي لها بعض الأمثلة، زي لا قدر الله مرضى الحرائق ومرضى الحوادث، وكذلك زي ما قلنا لو بنربطها بالموضوع اللي بنتكلم عنه وهي البي اتش سي أو البرايمري هيلث كير، هنقول إن في مريض جاي يكشف في أحد العيادات الموجودة في البرايمري هيلث كير، ومن ثم اكتشف الطبيب إنه يحتاج إلى خدمة طارئة فطلب الإسعاف لنقله، فبرضه في هذا الأمر يكون عندنا أمور لابد أن نتبعها. طيب لو حبينا نتكلم عن تاريخ النقل الإسعافي، سابقا كان النقل الإسعافي زي ما انتم شايفين كده عربات على أحصنة، وكانوا ينقلون مرضى الحوادث فقط، ويمتنعون تماما عن نقل المرضى المصابين بأمراض معدية. يعني أي مريض مصاب بأمراض معدية كان النقل الإسعافي يرفض نقله خوفا من حدوث عدوى. ويمكن أشهر وقت كان فيه هذا الموضوع لما كان فيه انتشار للسمول بوكس، اللي هو الجدري، مرض الجدري اللي شبيه بيه الآن جدري القرود. وقتها وقت ما كان هذا المرض منتشر في العالم، هو الحين الآن انتهى يعني، كانوا يرفضون نقل المرضى المصابين بهذا المرض إلى المستشفيات، أو النقل الإسعافي كان يرفض نقل هؤلاء المرضى خوفا من انتقال العدوى، خصوصا ان لم يكن هناك معايير لسه لمكافحه العدوى في ذلك الوقت. اول تنظيم حصل لعمليه النقل الاسعافي كتنظيم للعمليه ككل، وليس مكافحه العدوى فقط، وانما عمليه التنظيم الكامله
للنقل الإسعافي كان سنة 1960 نظرا لزيادة الحالات الخاصة بالكاردياك شوك أو الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتات القلبية، وكذلك الحوادث الطرق الخاصة بطرق النقل الحديثة زي السيارات وغيرها. من هنا بدأ أو نشأ أو حصل زي تنظيم organization لعملية النقل الإسعافي. والآن الوضع أصبح كما ترون سيارات إسعاف مجهزة تجهيز عالي، حتى التهوية داخل هذه السيارات زي ما نشوف كمان شوية لها معايير واعتمادات معينة. أول infection control guideline أو أول معايير لمكافحة العدوى صدرت سنة 1983 لمعايير مكافحة العدوى في النقل الإسعافي، كان سنة 1983. هذا تاريخها باختصار، يعني هذا التاريخ باختصار. ومن هنا أصبح نقل المرضى الذين يحملون العدوى أو يحتمل أن يكونوا سبب لانتشار العدوى مقبول داخل سيارات الإسعاف إذا تم اعتماد معايير مكافحة العدوى أثناء النقل. طيب نيجي للعنوان رقم 2، وده بيعتبر من أهم العناوين اللي احنا نحتاج أن نركز عليها بشكل دقيق عشان نفهم أنا لما بكون بنقل مريض أو بشتغل مسعف أو بساعد في نقل مريض من مكان إلى مكان عن طريق سيارة الإسعاف، ما هي المخاطر العدوى التي ممكن أن أتعرض لها أو أعرض المريض لها. لابد أن نفهم هذا الأمر بشكل جيد. طبعا أول شيء هو التعرض لسوائل الجسم ودم المريض. أن تتعرض أنت كمسعف إلى سوائل الجسم التي تخرج من المريض، خصوصا مرضى الحوادث، والدماء برضو الخارجة من المريض. سواء كنت بتنقل المريض بعد حادث فأكيد في نزيف، في هذه الحالة ممكن تتعرض للدم بشكل أو آخر، وهنشوف طرق التعرض دلوقتي. أو لو أنت بتعمل إجراء اللي بنقول عليه بري هوسبيتال مانجمنت، لو بتاخد إجراء للمريض ما قبل الوصول للمستشفى، على سبيل المثال بتحقن المريض أو بتركب له بريفرال كانيولا أو غيره من الإجراءات الاختراقية، قد تتعرض لسوائل جسم المريض أثناء هذا الإجراء، أثناء نقل المريض من مكان الحادث إلى المستشفيات. وبالتالي أول ريسك أو أول خطر ممكن يتعرض له الممارس الصحي العامل بالإسعاف هو التعرض لسوائل الجسم والدم الخاص بالمريض. طيب كيفية التعرض؟ زي ما قلنا إما عن طريق النيدل ستيك، أن يحصل اختراق أثناء الحقن بدم المريض، أو أن يحدث تعرض لسوائل الجسم ودم المريض من خلال وصول هذا الدم إلى الأغشية المخاطية المحيطة بالعين، أو زي ما انتم شايفين المنظر اللي هنا كده، الأغشية المخاطية المحاطة بالعين والأنف. فعن طريقها ممكن لو لا قدر الله دم هذا المريض ملوث بأحد الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم تستطيع أن تصل إلى داخل الجسم. وكذلك التعرض للسوائل بتاعة الجهاز التنفسي زي السلايفا وغيره برضو قد يؤدي إلى حدوث انتقال للعدوى، خصوصا لو كان المريض مصاب بأحد الميكروبات الموجودة في الجهاز التنفسي. الخطر الآخر هو التعرض للميكروبات المسببة للعدوى، سواء كانت هذه الميكروبات تنتقل عن طريق التلامس أو عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء. لو عايزين نعطيكم بعض الأمثلة السريعة، أنا عندي بعض الميكروبات اللي تنتقل عن طريق التلامس، منها كل الميكروبات المقاومة أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية اللي بنقول عليها المالتي دراج ريزيستنت أورجانيزم MDROs، زي الـ MRSA. بعض المرضى يكون عندهم جروح وهذه الجروح ملوثة بهذه الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية زي الـ MRSA وغيره. وبالتالي لما تيجي تتلامس مع الجرح بدون ما تكون انت واخد الحماية الصحيحة كممارس صحي، قد ينتقل إليك هذا الميكروب بشكل أو بآخر. ديت الميكروبات اللي تنتقل عن طريق التلامس. الميكروبات اللي تنتقل عن طريق الرذاذ منها الإنفلونزا، منها الكوفيد قد ينتقل عن طريق التلامس كذلك، سوري عن طريق الرذاذ، وبالتالي قد يؤدي إلى انتقال العدوى. طيب معلش أنا هبدأ أترجم إنجليش لأن في بعض الزملاء طالبين إن إحنا نشرح بالعربي والإنجليش. طيب إذن now we have two risk during the surface of transmission or emergency transmission of the patient. The first risk
of infection from the body fluid and the blood of the patient, even through the needle stick injury or through the exposure to the blood spills and body secretions which touch the mucous membrane of the nose and eye. And the second risk is exposure to the infectious microorganism which be transmitted by contact, droplet, and airborne. For example, the famous contact infection like the MRSA, methicillin-resistant staph aureus, and all MDROs. Some patients have abrasions or lesions of the skin contaminated by MDRO. When you touch this area without protection, without hand hygiene, proper hand hygiene, the transmission of infection can be done. And also the droplet infection during the transmission is very common. For example, the influenza virus can be transmitted from the patient to the healthcare worker during the emergency transmission. Also the COVID-19 can be transmission during transmission of the patient from area to another. And airborne infection like pulmonary TB and measles also can be transmitted from the patient to the healthcare worker. رقم ثلاثة أو الخطورة الثالثة هي الخطورة التي تتعلق الخطورة التي تتعلق بالمريض نفسه. يعني أنت ممكن أثناء نقل المريض تكون أنت سبب في انتقال عدوى خطيرة للمريض أثناء نقله. يعني على سبيل المثال، لو أحد المسعفين بيقوم بإسعاف المريض وعنده بعض أعراض الزكام، قد تكون إنفلونزا، قد تكون كوفيد، قد تكون أحد الفيروسات وبتنقل مريض أورام على سبيل المثال. مرضى الأورام ربنا يحفظ الجميع بيكون المناعة بتاعتهم ضعيفة جدا. طيب هذا المسعف غير ملتزم بلبس الكمام، فهو بينقل المريض، قد يسبب انتقال لعدوى تنفسية قد تؤدي إلى وفاة المريض. يبقى ليس الخطر فقط عليك كمسعف إن يجي لك عدوى من المريض، وإنما برضو أنت كمسعف قد تكون سبب لوفاة المريض. طيب من الأخطاء المشهورة جدا التعامل مع الجروح الخاصة بمرضى النقل الإسعافي بعد الحوادث، لأن هذه الجروح بتكون ملوثة أو يتم تلويثها عن طريقك أنت كممارس صحي إذا لم تلتزم بنظافة وتطهير اليدين مثلا على سبيل المثال وارتداء الواقيات الشخصية المناسبة. وقد تكون هذه الجروح عميقة، يعني حصل اختراق للجلد والأغشية المخاطية بشكل كبير والطبقات اللي تحت الجلد، فوصول أي ميكروب حتى لو كانت الميكروبات السطحية اللي موجودة على جلدك أنت كممارس صحي قد تسبب عدوى مجرى الدم مثلا في هؤلاء المرضى. وبالتالي اتباع معايير مكافحة العدوى ليس فقط لحماية المسعف، وإنما أيضا لحماية المريض الذي ينتقل عن طريق الإسعاف. أشرح النقطة دي بالإنجليش وكمل. The third risk regarding to the patient which transmission by ambulance. The patient transmitted by ambulance can be get the infection from the healthcare worker transmit this patient during by ambulance. For example, if I have one healthcare worker have respiratory symptom and not proper using the surgical mask and transmit one tumor patient from the house to the ER or emergency of some hospital. If the healthcare worker contact with this patient without proper use of the mask can be get or transmit the infection to this patient and the causing death, because most of cancer patients have immunocompromised and decrease in the immunity. Also, the very dangerous area during the transmission of accidental patient is the area of wound, especially the deep wound after car accident, for example. This area, if you not proper make hand hygiene and proper use of PPE and proper covering of the this wound, the infection can be getted and cause deep infection. Delay of healing of this wound can be related to this infection, and also bloodstream infection can be occurs
due to the deep wound occurs. Okay, this is the risk of transmission of infection during the ambulance service. واضح النقطة هذا يا شباب؟ طيب. How to protect from all these risks. يعني أنا عندي، أنا قلت دلوقتي أن عندي ريسك خاص بانتقال الأمراض الفيروسية الموجودة في الدم للممارسين الصحيين، هذا خطر. الخطر الثاني انتقال الأمراض المعدية من المريض اللي يحتاج إلى نقل إسعافي للمسعفين، هذا الخطر الثاني. الخطر الثالث هو انتقال العدوى من المسعفين للمرضى، إما عن طريق انتقال أمراض معدية أو عن طريق تلوث الجروح الخاصة بمرضى الحوادث. طيب كيف نحمي الاثنين؟ رقم واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، لابد من تطبيق المعايير القياسية لمكافحة العدوى، الستاندر بريكوشن. طبعا الستاندر بريكوشن الآن يضاف إليهم، يعني الستاندر بريكوشن معروفين وهذكركم بهم بعد شوية، يضاف إليهم هو ارتداء الماسك بشكل صحيح. فيجي بعض الناس يقول يا دكتور طيب الآن في الأماكن المفتوحة ما يحتاج ان احنا نلبس ماسك، صحيح، ولكن في مرضى الحوادث او مرضى انت رايح تنقل مريض اورام لازم يكون عندك فكره تقييم الخطوره. تقييم الخطوره، انت مزكم شويه على سبيل المثال ورايح تنقل مريض اورام، عندك نقل المريض اورام، يبقى في الحاله دي لازم تلبس الماسك حتى لو انت في مرحله للنقل هتكون من في مكان مفتوح. يبقى لابد انك تكون لابس الماسك بشكل صحيح. يبقى برضه لابد ان نتعامل في هذا الأمر بشكل أكثر جدية، خصوصا استخدام الماسك في هذه الأوقات اللي احنا موجودين فيها، خصوصا مع المرضى منقوصي المناعة. النقطة الثانية برضو الهاند هايجين هو جزء من الستاندر بريكوشن، ولكن أحيانا بعض الناس ممكن يسهو عليهم أهمية نظافة وتطهير اليدين. طيب نظافة وتطهير اليدين إذا لم تتم بشكل صحيح وانت بتنقل المريض حوادث وعنده جرح عميق زي ما وضحت لك من شوية، يبقى احتمالية نقلك لميكروبات تؤدي إلى تلوث هذا الجرح عالي جدا جدا جدا. وبالتالي لابد أن تتبع إجراء تنظيف وتطهير اليدين، وأحيانا تحتاج إلى لبس الماسك إذا أنت عارف أن هذا المريض عنده جرح عميق في تعرض لسوائل، تلبس جلافز أو يعني جوانتي، ويكون أحيانا تحتاج لو تشوف لو عارف أن الجرح عميق ممكن تلبس جلافز كمان استرايل لتأمين الموضوع بشكل أكبر بعد الهاند هايجين. طبعا واضح. يبقى إذن النقطة الأولى عشان تعمل حماية لهذا الأمر هو إنك تطبق المعايير القياسية. لو عايزين أتذكرها سريعا هيبقى أولا الهاند هايجين، ثانيا الاستخدام الأمثل للوقايات الشخصية، والوقايات الشخصية بعد شوية هرجع أتكلم عنها في النقل الإسعافي بشكل أكثر تفصيلا. خلاص. النقطة الثالثة الآلات المستخدمة تكون مطهرة ومعقمة بشكل صحيح، لأن أحيانا أنت تحتاج أنك تسوي إجراء أو حاجة وبعض الآلات موجودة في لابد من مراجعتها والتأكد من صحتها. التنظيف وتطهير البيئة اللي بتتعامل فيها اللي بتاعت الإسعاف دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل كنقطة بعد شوي. كل دي اسمها اتباع المعايير القياسية، ولا تنسى دائما ارتداء الكمام بشكل صحيح. خلاص. برضو السيف انجكشن من المعايير القياسية الهامة. الويست مانجمنت من المعايير القياسية الهامة اللي لابد من اتباعها أثناء عملية النقل الإسعاف. The first point to protect the patient during emergency transmission or ambulance transmission of the patient. Number one, standard precaution. Implementation of a standard precaution. All point of standard precaution. But we must take care from some point. For example, the hand hygiene. Hand hygiene is very, very important during the transmission of accidental patient, for example. Proper using of mask, very important during the transmission of the patient by ambulance. Environmental cleaning and disinfection. Sterile equipment, especially invasive equipment, must be sterile, okay? All this point is very important during transmission of the patient to protect yourself and protect the patient during emergency transmission. Second point is adequate knowledge about how to deal
after exposure to the blood and body fluid. النقطة الثانية المهمة جدا، كممارس صحي يعمل في الإسعاف لابد، أو في النقل الإسعافي، لابد أن يكون على دراية كاملة بكيفية التعامل إذا حصل له تعرض للدم أو إفرازات الجسم الخاصة بالمريض، كيف يتعامل مع الأمر. طبعا التعامل مع هذا الأمر أهم نقطة لك هو كممارس صحي، نقطتين لازم تعرفهم كويس. النقطة الأولى هو التعامل مع مكان التعرض في جسمك، يعني لو تعرضت لدم المريض أو إفرازات الجهاز التنفسي الخاصة بالمريض وانت بتركب له إندوتراكيال تيوب أو أنبوبة الجهاز التنفسي، تعرض وجهك عينيك وأنفك تعرضوا للسكريشنز بتاعت المريض، أول حاجة تعملها إيه؟ إنك تغسل وجهك بالمية على طول مباشرة. طيب إذا حصل نيدل ستيك، إذا كان عندي جرح خاص بآلة حادة خارجة من دم المريض ودخلت عندي، المكان اللي حصل فيه نيدل ستيك لابد أن تغسله بمياه جارية بشكل صحيح في بداية الأمر، دون أن ما تتعملش عصر، ما تعصرش ولا سكشن ولا تمتص المنطقة، لا بس يدوب أنك تغسلها بمية وتكون عارف الحدث بالضبط عمل، يعني تكون تفاصيل الحدث، كيف حصل النيدل ستيك، كيف حصل اكسبوجر تو بلاد، ليه، عشان لما تعمل التقرير اول ما توصل للمنشاه الصحيه اللي انت هتوصل لها هتذهب الى عياده الموظفين اذا كان في الدي تايم، واذا كان في اثناء الليل هتروح للطوارئ، لازم تعمل ريبورت كامل لكيفيه التعرض لسوائل الجسم وغيره. ومن النقاط الهامة اللي لابد أن تكون مهتم بيها هو هل أنت مطعم ضد تطعيم ضد الفيروس الهيباتيتس بي أو التهاب الكبد الوبائي به، هذا مهم جدا جدا جدا. هل أنت عندك فكرة عن هذا الموضوع ولا لا، مطعم أم غير مطعم، أخذ الثلاث جرعات ولا مش أخذ الثلاث جرعات، ودي هتكلم عنها برضو بعد شوية، وعندك مناعة ولا ما عندك مناعة، ليه، لأن عشان ما تهون مني الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم أهمها ثلاثة، أنا بخاف من ثلاث فيروسات، بخاف من الهيباتيتس بي، وبخاف اللي هو التهاب الكبد الوبائي به، وده أكترهم أو أكتر حاجة بخاف منها، لأن هو نسبة انتشاره عن طريق الدم تصل إلى 30%، وبعدين الهيباتيتس سي التهاب الكبد الوبائي سه، وبعدين الاتش اي في اللي هو الإيدز، فيروس الإيدز، خلاص دول الثلاث فيروسات اللي انا بخاف منهم في الانتقال. طيب الحمد لله اكثرهم انتقالا عن طريق الدم، واللي ممكن يحصل بعد النيدل ستيك او الاكسبوجر للبلد هو الهيباتيتس بي. طيب له تطعيم، طب انت كناقل اسعافي اخذت تطعيم ولا ما اخذته، اخذته ثلاث جرعات ولا جرعتين ولا وضعك، لازم يكون عندك تفصيل هذا الامر، تاريخك مع تطعيم الهيباتيتس بي مهم جدا عشان اعرف اتخذ قرار صحيح بعد تعرضك لدم المريض المنقول بالإسعاف. النقطة الأخيرة إنك من الحاجات اللي لازم تعرفها هو إجراءات العزل، بمعنى لابد إنك أنت ودي هنتكلم عنها دلوقتي، إنك أنت كمسعف تبقى عارف أنواع العزل إيه وإيه الإجراءات المطلوبة مع كل نوع. طبعا هقولها لك بشكل سريع جدا، أنا عندي ثلاث أنواع للعزل حسب الميكروب المنتقل، وهديك أمثلة. يعني أنا لو عندي مريض عنده جرح، أنا رايح أنقل المريض النقل الإسعافي، وهذا المريض عنده جرح، وهذا الجرح يطلع صديد، خلينا نتكلم باللغة العامية، يبقى معنى كده إن في احتمال كبير أن يكون هذا الجرح ملوث بميكروبات تنتقل بالتلامس. يبقى في هذه الحالة أثناء التعامل مع هذا المريض لابد أن يكون لابس جاون وجلوفز، طبعًا قبلها عامل هاند هايجين بشكل صحيح. ده مهم جدًا. ده كونتاكت أيزوليشن، كنقل إسعافي. طيب أنا لو عندي مريض عنده أعراض تنفسية، أنا رايح أنقل المريض عنده أعراض تنفسية، عنده صعوبة في التنفس بس مش معروف السبب إيه، يبقى هاخد أقصى احتمال أن يكون هذا الميكروب ينتقل عن، أن يكون ضرن على سبيل المثال ينتقل عن طريق الهواء. يبقى إذن في الحالة دي ألبس الـ N95 لو كان عندي، لو ينفع يلبس، لو كان عندي الفيت تيست عامل فيت تيست والـ N95 متاح، أو الببر مع الجاون والجلافز. أوكي، يبقى ده مهم جدا جدا انك انت تتبعه اثناء النقل الاسعافي. حتى المعلومات الرئيسيه رؤوس العناوين اللي انا بقول لك عليها دي،
دي مهمة جدا جدا أثناء النقل الإسعافي. اسمحوا لي بس أشرح النقطة دي بالإنجليش وبعدين أكمل معاها. The second point to protect yourself during the transmission of the patient by ambulance, how to deal with post exposure if you exposed to blood or body fluid of the patient, how to deal with this action. If the exposure is blood spills touch the mucous membrane of the eye and nose, must be rapidly wash your face by water. But if you are exposed to the blood of the patient through the needle stick injury, you must wash the site of stick in your hand by warm water and avoid squeezing, avoid suctioning, and you must understand the circumstances of the accident. What's happened? How exposed? Time of exposure. Okay? This point is very important because when you are arrive to the hospital, you must make a report of post exposure. The report must be contain the time, how to exposed, and also the history, your history of hepatitis B vaccine. Why hepatitis B vaccine? Because I am fear from the transmission of hepatitis B, HIV, and hepatitis C during exposure to the blood. The most of this virus can be transmitted through exposure to the blood is hepatitis B. And I have vaccine for hepatitis B. All healthcare worker must be taking. But what is your status to this vaccine? Because this vaccine is 3 doses. And you must, after third dose, make test for evaluation of your immunity. So what is your status of vaccine must be known during the report of post-exposure. The last point must be take care during transmission of the patient by ambulance. What is the isolation precaution? The headlines of isolation precaution. What is the precaution during the transmission of contact infection or droplet and airborne infection? For example, if you will transfer one patient have a wound and this wound contaminated by bus, that mean this wound may be contaminated by MDRO, MRSA, for example. So I need to implementation of contact precaution during the transmission of this patient. What is the main tips or main point during the transmission of this patient under contact precaution? Number one, wearing hand hygiene. Number one, hand hygiene. Number two, wearing gloves. Number three, wearing the gown. Okay, if the patient have respiratory symptom, I must be take the airborne precaution because I don't know what is the type of infection, droplet transmission or airborne transmission. So I need to make hand hygiene and wear N95 if I have a fit test and bubble if I am not fit for N95, then gloves and gown. Clear this point, if you will implement the standard precaution, how to deal with post exposure and implementation of empiric isolation during the transmission of the patient, you will inshallah protect yourself and the patient during the transmission by ambulance. Okay. طيب. لو حبينا نطلع على سيارة الإسعاف من الداخل. يعني احنا لو حبينا نشوف سيارة الإسعاف من الداخل كده. مما تتكون سيارة الإسعاف من الداخل هنلاقيها فيها منطقتين. المنطقة الأولى هي منطقة السائق والمرافق اللي معاه أو المسعف اللي مع السائق. المنطقة الثانية ودي الأخطر هي المنطقة اللي بينتقل فيها المريض اللي هي بنسميها البيشنت كير أريا اللي فيها سرير المريض خلاص وفيها بعض الآلات والمستلزمات الخاصة بالمريض زي ما أنتم شايفين كده. زي الأكسجين، زي بعض الآلات، الكانيولات والسيرنج، كل ديت من المكونات الموجودة في منطقة البيشنت اريا. إذن لو أنا عايز أبص على شكل سيارة الإسعاف من الداخل على أن هي منطقتين. المنطقة الأولى
هي منطقة المسعف أو السائق والمسعف أو المساعد أو المرافق أيا كان، والمنطقة الثانية هي المنطقة اللي بيكون فيها البيشنت وبيكون معاه أحد الطواقم الطبية، الطبيب والمساعد بتاعه على سبيل المثال اللي بيبقوا مرافقين لهذا المريض أثناء. طيب المنطقة دي فيها إيه؟ فيها سرير المريض اللي بينتقل فيه المريض، وبعض الآلات اللي ممكن تحتاجها أثناء التعامل مع المريض، زي جهاز الضغط، زي الشرب كونتينر، زي الأكسجين، الأمبوباج، كل دي حاجات موجودة في هذه المنطقة. طيب بديهيا المنطقة الأكثر اهتماما بمعايير مكافحة العدوى واللي لابد أن تراقب يوميا هي منطقة المريض. لازم أتأكد من نظافتها وعدم تلوثها، خلاص لازم أتأكد من الآلات الموجودة زي ما اتفقنا من شوية أنها آلات كلها معقمة، خصوصا لو كانت هذه الآلات آلات اختراقية زي السرنجات والكانيولات وغيره، والواقيات الشخصية. في طبعا من الواقيات الشخصية بعضها النظيف وبعضها المعقم، لابد أن أتأكد من وجودها، أتأكد من وجود الماسك بشكل صحيح، أو أن 95 في حالات نقل المرضى اللي فيهم أعراض تنفسية. هذه النقطة هامة جدا. طيب أشرحها بالإنجليش وبعدين أكمل معاك عشان نقول The if I need to look to ambulance from inside, I have two parts in the ambulance. The first part is driver area, and the second part is the patient area. The patient area is very important. Have the bed of the patient and some equipments which help the patient support up to arrive to the healthcare setting. For example, suction, oxygen, blood pressure monitoring, sharp container, and so on. All this equipment must be checked every day, must be checked every day, and the surfaces of the area must be checked is clean and not contaminated by blood, not contaminated by secretion, not contaminated by visible soil, must be checked to avoid any transmission of infection. Okay, this is the area of ambulance from inside. Very important, the ambulance from inside have a ventilation system. Yani most advanced ambulance now have a ventilation system to exchange the air, to decrease the risk of transmission of infection. And sometime when I know I will transmit it, some patient infected by respiratory infection, I need to put HEPA filter inside the area of patient transmission near to the head of the patient. And some ambulance have exhausted fan to avoid the accumulation of air inside the ambulance. This is very important point also. من بعض النقاط المهمة داخل سيارة الإسعاف من الداخل هي موضوع التهوية. لا تتخيل ان التهويه داخل سياره الاسعاف مغلقه بشكل منتهي. لو انت بصيت هنا في الناحيه اللي فوق كده هتلاقي فيه مراوح وفي طريقه يعني بنسميه فنتيليشن سيستم او نظام تهويه يساعد على خروج الهواء وتجديده بشكل مستمر خلال الدقيقه مره او مرتين. واحيانا ينصح خصوصا في يعني مثلا اثناء الجائحه في الكوفيد كنا بننصح دائما ان دائما يكون في داخل سياره الاسعاف اذا امكن يكون في هيبا فلتر موجود قريب من راس المريض عشان يبدا بشكل افضل يعمل زي فلتره وتنظيف للهواء من الميكروبات اللي ممكن تنتقل عن طريق الهواء. فنظام التهويه في سيارات الاسعاف موجود ومهم جدا، وممكن تعمل له تشيك او تسال عنه سائق الاسعاف لتتأكد من وجوده وصحته. ممكن تضيف الهيبا فلتر إذا عندك خبر أنك بتروح تنقي المريض من المرضى اللي عندهم أعراض تنفسية خطيرة. طيب النقطة اللي جاية ديت نسميها إيه؟ some important tips أو النقاط الهامة اللي قد تخفى علينا واللي لازم ناخد بالنا منها عندما ننقل المرضى بسيارات الإسعاف. يعني ركزوا كده في النقطة الأولانية، وهنا هسأل سؤال وهشوف الناس اللي هترد عليا في الشات، انا متابع الشات.
شايفكم في الشات، يعني كلكم مهتمين بالاختبار ومحدش بيسأل على حاجة. يمكن بس بعض الزملاء طلبوا مني أقول إنجليش وبس، غير كده ما شفتش حاجة تانية، ما شفتش أسئلة. فخليني أسألكم أنا بقى بدل ما بتسألوش. نورمالي أو في الطبيعي، لو أنا بركب للمريض بريفرال كانيول مش سنترال، بريفرال كانيول خلاص، أو كانيولا طرفية، كويس، الطبيعي إني بسجل عليها تاريخ التركيب وبغيرها. طيب وبغير الكانيولا ديت كل قد ايه؟ يعني معايير مكافحه العدوى بتقول لي تغيير البريفرال كانيولا كل قد ايه؟ انا عايز حد يرد على ما شاء الله، ايوه تمام، الناس بيثبتوا لي اهو. اه اغلب الناس قالوا 3 ايام ودي اجابه صحيحه، وفي ناس بتقول من 3 لـ 4، تمام ممتاز، اه ممتاز ممتاز، هي 3 ايام او من 3 لـ 4، الحمد لله طلع في ناس كتير مركزين، بشركم الله بالخير يا شباب. 72 ل 94 ساعه، ده الجايد لاين بيقول كده، كويس. اما اذا ركبت هذه الكانيولا اندر ايمرجنسي او كان في كونتامينيشن في الدريسنج، يعني انت ركبت الكانيولا وانت بتنقل مريض الاسعاف، فده يعتبر ايمرجنسي، ده طوارئ، لم تتبع الاجراءات بشكل كامل، ممكن ما عملتش سكين بريبن، ما عملتش الاسيبتيك تكنيك بشكل صحيح، ممكن تكون ما عملتش يعني سكين بريباريشن صح قبل التركيب، لمست راس الكانيولا قبل دخولها للمريض، قبل الانسيرشن بتاعها للمريض، فده عمل كونتامينيشن. عشان كده بينصح ان البريفرال كانيولا اذا ركبت اندر ايمرجنسي، يعني في سياره الاسعاف عشان نقولها كده باختصار، لابد ان يتم تغييرها بعد 24 ساعه. يبقى دي واحده من الفيري امبورتنت تيبس اللي لازم ناخدها. يعني انت لو بتمر في احد الاقسام الداخليه في المستشفى كممارس في مكافحه عدوى، وبعدين لقيت مريض مكتوب انه ركب الكانيولا ديت في الامرجنسي وبقى له 3 ايام ما غيرهاش، هذا اجراء صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ. يبقى لازم توجه القائمين على العمل الممارسين الصحيين، لا تغييرها لازم يكون بعد 24 ساعه. بعض الناس هتسالك ليه؟ قول له لان التركيب اندر امرجنسي ما بيخلينيش اتبع اجراءات مكافحه العدوى بشكل صحيح، فده النصح الاولاني. يبقى هقول بس النقطه دي بالانجلش وبعدين ارجع اكمل معاكم النقطه اللي بعدها. يبقى some important tips during caring patient in the field. First one, a change of IV peripheral cannula after 24 hour. يا دكتور by infection control recommendation after 3 to 4 day or when contaminated or dysfunction. Why I will change after 24 hour? Because I am insert this line under emergency. So maybe I am not follow all point of aseptic technique during insertion. So the risk of infection is very high. Okay, this is very, very important tips. النقطة الثانية أو الحاجة الثانية أو لازم ناخد بالنا منها هو التعامل مع الجروح. يا شباب أحد أهم أسباب بتر الأعضاء لا قدر الله بعد الحوادث هو تلوث الجروح بميكروب يسمى الكلوستريديا موليشياي اللي هو بيعمل الجنجرين او الغنغرين الغرغرينه بالعربي، ما اعرفش، مش فاكر الترجمه بالظبط حرفيا بالعربي يعني. خلاص هذا الميكروب هو اللي بيسبب السواد والرائحه الكريهه اللي بتؤدي الى بتر العضو. طيب انا عايز اقول لكم ان ايوه الغرغرينه، الله يصلح حالك فكرتنا بالاسم. طيب هذا الميكروب بينتقل ازاي؟ هذا الميكروب هو من الميكروبات المتحوصله، خلينا نتكلم شويه مايكرو عشان اخرجكم بره الايمج. الميكروبات المحوصله ديت احيانا بتكون موجوده في الرمال الموجوده على الطرق. ليه موجوده في الرمال؟ لان هذا الميكروب يعيش في امعاء معظم الحيوانات، يعني في امعاء معظم الحيوانات، وبالتالي بيخرج من بطن الحيوان مع الفيسز او الاستول اكرمكم الله، فيحصل له تحوصل في الجو، فيبقى موجود في التراب ولكن بشكل خامل. طيب لا قدر الله حدث لاحد الناس حادث، ولا قدر الله خرج من السياره بعد الحادث وطاح على الارض والارض ملوثه بالرمال، فحصل له جرح، فهذا الجرح لوث بالرمال، دخل هذا الميكروب عن طريق هذا الجرح الى الدم. خلي بالك الميكروبات المتحوصلة إذا تغيرت حالتها من أماكن، طبعا
طبعا في الجو بيكون الدنيا حر وكده، فبالتالي بيتحوصل. طب لو وصل للدم، الدم ده احسن مكان تعيش فيه الميكروبات. هذه الحويصلة تذوب ويخرج الميكروب ويبدأ يتكاثر ويفرز سموم تؤدي الى حدوث الغرغرينا اللي اتكلمنا عنها من شويه. طيب انت كمسعف ليك دور مهم جدا 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 في منع هذا الموضوع. ازاي؟ اولا اثناء نقلك للمريض من مكان الحادث لسياره الاسعاف، الاماكن المفتوحه في المريض او الجروح المفتوحه في المريض، انك ممكن لو ما انتش متابع الاجراءات بشكل صحيح ممكن تلامس الارض، يعني ايدك تلامس الارض ومن ثم تلامس الجرح، فانت اللي تنقل الميكروب ده داخل الجروح بتاعت المريض. يبقى لازم ناخد بالنا من النقطه دي اثناء النقل الاسعافي. خلاص. النقطه الثانيه ان في الفتره من نقل المريض من المكان الى المستشفى ممكن تعمل مانجمنت بسيط، تطهير وتنظيف بسيط للجرح يؤدي الى زوال هذه الميكروبات. لو انت وطبعا بيبقى في تدريب عليه، تتدرب ازاي تعمل تطهير وتنظيف لهذا الجرح. طيب لو انا بعمل تنظيف وتطهير لهذا الجرح انا كمسعف ولكن مش عامل هاند هايجين، طب ايدك ما لمستش بعض الامور الملوثه بالتراب؟ اكيد ايدك لمست، وبالتالي انت ما عملتش هاند هايجين واهتميت بانك تنظف الجرح، فانت اللي نقلت هذا الميكروب. اذا لابد ان احنا ناخد بالنا جدا جدا، انا حبيت اشرحه بالتفصيل عشان كده، التعامل مع بالذات الزملاء المسعفين، التعامل مع المرضى اللي عندهم جروح حوادث اثناء النقل، التعامل مع الجروح مهم جدا انك تتبع في الاجراءات بشكل صحيح، وخصوصا نظافه وتطهير اليدين واستخدام الجلافزات، يا ريت تكون معقمه يكون افضل وافضل. تمام، هقولها بالانجلش واكمل. سكند تيب during careful deal with the wound after accident because the most dangerous microorganism may arrive to the gangrene and amputation of the limb is Clostridium wilshii. This organism habit in the soil, so you must take care during deal with this wound by cleaning your hand, adequate cleaning of your hand, and use proper PPE, for example, use of sterile gloves. Okay. النقطة الثالثة الاندوتراكيال تيوب. Very good. And also you must use the sterile saline for cleaning. ممتاز. شكرا جدا يا أستاذ حسين. قال لك لازم تستخدم الصلاين لأن هم بينظفوا أحيانا بالصلاين. فالتنظيف بالصلاين يكون الصلاين ده مش مفتوح. لا يكون صلاين لسه على الجرح فتحه ومشغل عليه على الجرح معقم يعني. طيب النقطة اللي بعدها الاندوتراكيال تيوب واللارينجيوس. طبعا احيانا واحنا بننقل مرضى الاسعاف بيتم تركيبهم على جهاز تنفس صناعي نظرا لنقص الاكسجين في الدم. طيب هذا الاجراء لما بيتم في سيارة الاسعاف حتما بيتم بطريقة لا يتبع فيها الاسيبتيك تكنيك او الاساليب المنع للتلوث، وبالتالي بيبقى في خطورة كبيرة ان يحصل عدوى. مش بالضروري انك تغير بعد ما توصل المستشفى انك تشيل التيوب وتركب تيوب ثانيه لان ده ريسك اوف انفكشن، وانما من الضروري انك وانت بتركب في سياره الاسعاف ان تتاكد من تعقيم التيوب اللي انت مستخدمها، تيوب جديده معقمه غير ملوثه ما عليهاش تراب والى اخره. خلاص. ثيرد بوينت during insertion of endotracheal tube in the ambulance you must take care and use the sterile tube not contaminated by soil and water. وطبعا النقطه اللي اتكلمنا عنها قبل كده وبنتكلم عنها تاني هو كل الميديكيشنز وكل الادويه اللي موجوده عندك او كل الالات المستخدمه في عربيه في سياره الاسعاف لابد ان تكون معقمه وتتاكد منها يوميا. دي النقاط الهامه جدا اللي حابين نتكلم عنها. البي بي اي اعتقد ان انا اعطيتكم فكره كبيره عنها اثناء الاستخدام، بس حابب اضيف نقطه مهمه جدا غير الماسك. الماسك خلاص انا وضحت اهميته، عايز بس نقطتين، واحد منهم وضحت اهميته وواحد هقوله لاول مره. الجلافز، الجلافز المستخدم مع مرضى الحوادث في رايي لو المريض حادث والحادث عامل جروح عميقه قدامك او جروح في اماكن خطره زي لا قدر الله راس المريض وغيره، الاماكن دي بتبقى خطر جدا، فتعاملك معاها باسترايل جلافز افضل، يعني تعمل هاند هايجين وتلبس استرايل جلافز افضل كتير في من انك انت تتعامل معاها
ايوه السترايك جلافز هو الجراحي، هو الجلافز الجراحي هو نفسه. خلاص افضل بكتير انك تتعامل معاها بكلين جلافز. النقطه بقى المهمه جدا 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 اللي هتحميك من البودي فلويد باذن الله، يعني من البودي فلويد والبلاد اكسبوجر بالذات للمرضى اللي ممكن يحصل لهم بلاد سبيلز او يحصل لهم افرازات اثناء نقلهم اسعافيا، هو استخدام الاي جوجل او الفيس شيلد، غطاء العين او النظاره، غطاء الوجه اسف او النظاره. هذا يمنع بنسبه كبيره تعرض العين والانف للدم والافرازات الخاصه بالمريض اثناء النقل الاسعافي. فاذا انت متوقع ان هذا المريض يحتاج اثناء النقل الى اندوتراكيال انتيوبيش، تركيب انبوبه، يبقى لازم تلبس الفيس شيلد. هذا المريض مريض حوادث، يبقى في احتمال ان يحصل بليدنج، في احتمال انك وانت بتنقله في سياره الاسعاف يحصل بلاد سبيلز او اي مشكله انتشار للدم او غيره، وبالتالي لابد انك تكون لابس هذه غطاء الوجه والفيس شيلد. مهم جدا النقطه ديت في استخدام الواقيات الشخصيه. طبعا في اسئله كتير انا شايفها ان شاء الله هبدا ارد عليها، بس خلونا اخلص النقطه الاخيره البوست ريسبونس كليننج، ودي من النقاط الهامه جدا جدا جدا. انت ممكن تتبع كل حاجه اثناء نقل المريض، ولكن كمسعف سياره الاسعاف بتاعتك هي مكان شغلك، وبالتالي في وجهه نظري ان هي بيتك الثاني، فلا بد ان يكون بيتك الثاني ده نظيف وطاهر بشكل صحيح. وانا كنت عرفت من احد الزملاء ان في حاجه اسمها سبيل كيت خاصه بسيارات الاسعاف، ودي شيء مهم جدا. طيب خلينا الاول نعرف ان احنا لابد ان بعد نقل كل مريض وفي نهايه كل يوم وفي بدايه كل يوم بنعمل تنظيف وتطهير كامل للبيشنت اريا اللي اتكلمنا عنها من شويه، اللي هي منطقه النقل بتاعه المريض. طيب امتى يا دكتور نعمل تيرمينال كليننج؟ ما هو في فرق بين الكليننج العادي الروتيني اللي هو انك تمسح المكان بعد ما ينزل المريض، تمسح المكان بالميه والصابون مثلا او باحد الفوط او المناشف اللي عندك، وبعدين تستخدم ماده مطهره، سبراي مطهر او ماده مطهره على المكان ده، اسمه كليننج وديس انفكشن، ده ببساطه. لكن امتى انا مضطر اعمل تيرمينال كليننج؟ يعني امسح كل العربيه من الداخل او اشرف على مسح السياره من الداخل كامله وتنظيفها بالميه والصابون، ومن ثم تطهيرها باستخدام المطهر وكل الاماكن، اذا حصل، اذا كان عندك منظر زي اللي انت شايفه ده، اذا كان في بلاد سبيس او في بيشنت انفكشوس بيشنت ترانسميشن، يعني مريض مصاب مثلا بالكوفيد انت نقلته، طيب بعد ما نقلت المريض بتاعك او الدرن نقلت المريض، خلاص نقلته الحمد لله ووصل وانت متابع الاجراءات، يبقى لازم تعمل تيرمينال، مش التنظيف العادي اللي بين كل مريض والتاني، لا تعمل تيرمينال كليننج للمنطقه بتاعت المريض. دي نقطه مهمه جدا لعمليه التنظيف والتطهير الخاصه بسيارات الاسعاف. هقولها بس بالانجلش ونبقى بعد كده نبدا نفتح مجال الاسئله، يبقى باقي نقطه صغيره وبعدين نتكلم عن الاسئله. طيب كليننج اند ديس انفكشن افتر ترانسميشن اوف ذا بيشنت از فيري امبورتنت. اي هاف تو تايب اوف كليننج اند ديس انفكشن، روتين بتوين ايتش بيشنت، I will clean the high touch area, then disinfect it by spray or anything. And if I have a small area of spills, blood spills or body fluid spills, I will be use the specific spill kit already present in the ambulance. Okay? And follow the steps of using spill kit. When we must make the terminal cleaning after transmission of the patient. Number one, if I have large area of spills like this picture. Second, when transmitted or after transmitted of airborne infectious patient or respiratory infectious patient. If I will transport respiratory infectious patient, must be make terminal cleaning after finish of the transmission of the patient. Okay. انا عندي طريقتين، الروتين العادي اللي بعمله مع كل المرضى وكل البيشنت اريا ده ما بين كل مريض والتاني، واذا في سبيل كيت استخدم معاها، اذا في سبيلز استخدم معاها السبيل كيت. اما امتى اعمل تيرمينال كليننج واخد تنظيف وتطهير لكل المنطقه والمناطق
الموجودة في نقل المريض أو منطقة نقل المريض في سيارة الإسعاف، لما يكون المريض عندي مصاب بأحد الأمراض التنفسية اللي ممكن تنتقل عن طريق الهواء، سواء كان suspected أو confirmed، يعني سواء أنت شاكك إنه مصاب، يعني هو مريض suspected قد يكون مصاب بالضرر الرئوي، لكن أنت نقلت مريض قد يكون مصاب بالضرر الرئوي برضه لابد. طب ده مريض مؤكد اصابته بالضرر، برضه لابد انك تعمل تيرمينال كلينيك. اوكي، النقطه الاخيره طبعا هو ده تعتبر من الانفايرمنتال كلينيك برضه، اللي هو انك الويست مانجمنت، لان انت غالبا بيكون عندك ويست اثناء عمليه الترانسميشن بتاعه البيشنت، زي الشارب اكويبمنت الكونتامينيتد وذ سوكد بلاد، يعني زي القطن والشاش الملوث بالدماء، البي بي اي لازم تتبع فيهم التعليمات العامه الخاصه بالميديكال ويست سيجريجيشن او فصل الميديكال ويست. وطبعا لما تيجي تتخلص من الاشياء ديت لازم تشرف على عامل الميديكال ويست اللي بيتخلص من هذه الامور، نكون مغلقها بشكل جيد، ولان ساعات بيبقى في بعض الممارسات ان احد الناس مثلا ممكن يمتلئ عنده الشارب بوكس فيرميه في اي مكان في الشارع، او في اي يعني مكان قمامه موجود في اي مكان في الشارع. لا، الميديكال ويست لها خط سير مختلف، فالشارب اكويبمنت تعتبر ميديكال ويست لابد ان يتم التخلص منها بنفس الطريقه اللي بنتخلص منها داخل المستشفى. واضح؟ هذه النقاط المهمه الخاصه بالنقل الاسعافي. طبعا اتكلمنا عن الكلينج بتاع. طيب اخر نقطه بس عشان اكون مهتم وبهتم بيها جدا النقطه ديت، طبعا انا عارف ان انا لما بجيب سيره التطعيمات ناس كتير بيبداوا يتذمروا، وممكن الاقي عدد الحضور بدا يقل وناس مشت وسابتني عشان بتكلم عن هو لسه في تطعيمات يا دكتور، ارحمنا يا دكتور. لا شوف، طبعا التطعيمات في بعض الناس عندها افكار خاطئه عن التطعيمات. التطعيمات دي انقذت ارواح بشر غير كتير، بس مش يعني مش ده الوقت اللي هتكلم فيه عن هذا الموضوع، بس انا حابب اعطي نوتس عن التطعيمات المهمه للهيلث كير وركر اللي بيشتغلوا في الاسعاف او في اي مكان في المنشات الصحيه. تطعيم الهيباتيتس بي لا خلاف عليه، يعني ما ينفعش تتردد فيه، وعشان تكون مطمئن لا يوجد له اي اعراض جانبيه. وترى هذا التطعيم داخل في 40 سنه، يعني مكتشف من ما يقرب من 40 سنه. ما فيش شخص خلقه ربنا عنده اعراض ناتجه عن استخدام تطعيم الهيباتيتس بي غير الناس اللي عندهم حساسيه منه. طب نسبتهم قد ايه؟ 0.5%. يعني انت بتاخد الجرعه الاولى يجيك حساسيه، خلاص مش هتاخد الجرعه الثانيه ولا الثالثه، بس غير كده ما فيش، عشان بس تكون واضح. فتطعيم الهيباتيتس بي مش منصح به للممارسين الصحيين بلا نقاش بلا جدال. في بعض التفاصيل الخاصه بهذا التطعيم، بس انا للاسف الوقت عندي يعني شويه مزنوق، انا بس اعرفه ان هو 3 جرعات، وبعد الجرعه الثالثه لازم تعمل تحليل التتر ويكون عندك اكثر من 10، بعد الجرعه الثالثه بشهر الى شهرين تعمل تحليل التتر ويكون اكثر من 10، تسمى بعدها اميونايزد. ولما تبقى اميونايزد معناها انك لو تعرضت المريض لدم مريض مصاب بالهيباتيتس بي لا تحتاج الى اي اجراء، شكرا، انك ان شاء الله باذن الله محمي بنسبه 99% ويمكن اكثر. فهذه نقطه مهمه جدا جدا جدا. من التطعيمات المهمه كنت لسه بكلمكم عليها من شويه، التيتانوس والدفتيريا والبرتاسس الدي بي تي، طبعا هو حاليا يسمى تي دي بي. هذا التطعيم مهم جدا للمسعفين عشان يتجنبوا اصابتهم بالتيتانوس. بيقول لي ازاي يا دكتور انا ممكن اتصاب بالتيتانوس او ممكن اتصاب فاكرين الكوليستيريد اللي قلت عليها من شويه؟ ما هو التيتانوس برضه كوليستيريد، نفس الميكروب اللي بينزل من الامعاء بتاعت الحيوانات وملوث في الرمل. طيب ازاي ممكن ينتقل لي وانا مسعف؟ طيب انت مسعف والمريض اللي انت نقلته ده اتعرض لهذا الميكروب بسبب الجرح العميق اللي حصل له وتعرضه للتلوث، وانت عندك جرح بسيط في يدك، مش ده ممكن يحصل؟ ورحت لمست الجرح بتاع المريض وانت بتعمل تطهير لهذا الجرح، قد ينتقل ميكروب التتانوس. طب لو انت واخد التطعيم ما عليك امورك طيبه، طب لو انت مش واخد التطعيم، طبعا التطعيم ده بيجدد كل 10 سنوات، يعني كل 10 سنوات بتعمل تجديد لهذا التطعيم. من التطعيمات المهمه برضو الام ام ار، ميزلز مامز روبيلا فاكسين،
طبعا الميزز بيتنقر بالاير بورن، فطبعا التطعيم ضده مهم جدا. والفاريسيلا فاكسين اذا كنت غير مصاب وانت طفل بالعنجز تحتاج الى انك تكون مطعم، والانيوال انفلونزا. انا خلصت مع حضرتي عشان انا عارف ان انا تجاوزت الوقت، معلش غصب عني. ولو في اسئله مهمه ممكن تتفضلوا. اتفضلي يا اخت اشفاق، انا خلصت مع حضرتك خلاص. Thank you, Dr. عبد الرحمن, for your presentation. It's more excellent. يعطيك العافية. في أي سؤال الله يرضى عليكم؟ الكل بيشكر الدكتور, شكله ما في ما شاء الله أسئلة, أبدعت. شكرا شكرا. يعطيك العافية. The third session is highly One minute. معلش أعتذر, الآن عندنا بريك بس 10 دقائق, وبعدها إن شاء الله بإذن الله بنبدأ مع المحاضرة الثالثة بإذن الله. خلال البريك ممكن لكم تعملون اختبار البوست, هذا الباركورد موجود, إذا حابين أنكم تأخذونه من الباركورد أو موجود الرابط على الشاتنج.
السلام عليكم، الكل متواجد. Third session highlights on Sibahi Infection Prevention and Control Primary Health Care Center Standard, presented by Dr. Samih Tawfiq. He has diploma in infection control, microbiology, surveillance and epidemiology for infection control program of Egypt, MBB faculty of medicine, Alexandria University, Egypt, and infection control specialist in GDIBC, MOH, in KSA. يعطيك العافية دكتور، تفضل. دكتور سامح، دكتور سامح الصوت مش واضح، مو موجود. أيوة كده تمام، أعتقد كده مسموع الصوت. شكرا على الملاحظة يا أستاذة أشواق. شكرا، يعطيك العافية، جدا واضح الصوت والبرزنتيشن واضح، يعطيك العافية. شكرا زميلتي العزيزه الاستاذه اشواق على التقديم وعلى المجهود الرائع في الدوره، شكرا لجميع الحضور. الحقيقه ان انا النهارده المحاضره دي هي ختام الدوره، والزملاء ما شاء الله اسهبوا في مواضيع مكافحه العدوى في جميع المجالات الخاصه في المراكز الرعايه الصحيه. المحاضرة دي مش هنتكلم فيها ساينس بقدر ما هنتكلم على معايير الأكريديتيشن الخاصة بسباهي بالمراكز الصحية. في بعضكم طبعا أكيد المراكز بتاعتهم أكريديت فروم سباهي، في البعض بيحضر، في البعض يتمنى. أتمنى لحضراتكم كلكم التوفيق في الحصول على الأكريديتيشن. في الأول لازم نتكلم إيه هو السباهي أكريديتيشن وإيه السباهي ستاندرز. السباهي أكريديتيشن، أكريديتيشن بادي اللي هو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، هو مركز وطني تم إنشاؤه لاعتماد المنشآت الصحية لتطبيقها جميع المعايير الخاصة اللي بتهدف في النهاية للمخرج الأهم والرئيسي لجميع المنشآت الصحية، وهو تقديم الخدمة الطبية الآمنة السليمة لجميع المرضى. يعني المريض يخرج مبسوط ويكون ما عندوش عدوى، ويكون تقدم له خدمة طبية صحيحة بدون أي أخطاء، وطبعا يكون في أمان كامل للزوار والزملاء والمراجعين. طبعا دي الستاندرز كلها، دي فكرة السباهي ستاندرز، وهي مأخوذة من معايير وطنية ومعايير عالمية. والسباهي اللي هو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو جسم أو بادي وطني لاعتماد المنشآت الصحية لحصولها على الاعتماد، وطبعا ده بيبقى يعتبر زي ترخيص للعمل، وإن المكان ده المنشآت الصحية دي بتزاول العمل طبقا للمعايير الطبية العالمية المعتمدة. طبعا من ضمن المعايير دي هي معايير الانفكشن بريفنشن اند كنترول اللي احنا النهارده بنتكلم عليها، وهنتكلم على الشابتر الخاص بمعايير الانفكشن بريفنشن اند كنترول، وهدفها طبعا انها زي ما قلنا انها الهدف بقى المعايير الانفكشن بريفنشن اند كنترول، ان بتطبيق هذه المعايير في المركز ان شاء الله بيكون في بنسعى لان طبعا الخدمه الصحيه في المركز تكون خاليه وامنه من العدوى للعاملين الصحيين والمراجعين والزوار والمرضى طبعا الموجودين.
ان الستاف كمان يكونوا كلهم عندهم النوليدج الخاص، ستاف المركز يكون عندهم نوليدج كامل بمعايير مكافحه العدوى. الحقيقه ان انا عايز اقول حاجه قبل ما ابدا في سرد المعايير وشرحها، في حاجه مهمه جدا، الاكريديتيشن او الاعتماد من سباهي ليس هو الهدف. عشان انا يعني من ملاحظاتي شفت ناس بيبقى هدفها كله اعتماد سباهي، يحصل على الاعتماد من سباهي، لكن الحقيقة ان اعتماد سباهي هو محطة. اتمنى ان الناس كلها تفهم ان اعتماد سباهي هدفه ان احنا نكون بنقدم خدمة طبية صحيحة. ما بينفعش بعد ما امشي يمشي سباهي او يحصل على الاعتماد ان انا اكون خلاص ابقى redundant، ابقى عندي looseness، اسيب كل المعايير او افقد بعض المعايير والمتابعة ليها، لان ده طبعا بيحط الخدمة الطبية في خطر، واحنا هدفنا الاسمى هو تقديم خدمة صحية آمنة خالية من العدوى. المعايير هي عملية اعتماد وعملية تقييم للمركز وعملية تصحيح للمسار من ناحية مكافحة العدوى. ده بالنسبة لمعايير مكافحة العدوى. خلينا نخش على المعايير فورا. We have to start with the first one, IBC one. The primary healthcare center implements a coordinated program to reduce the risk of healthcare associated infections. وطبعا ده معيار، اول معيار ده دايما لازم يبقى بيتكلم على البروجرام. طبعا الحقيقه ان هنتكلم هاو تو اسس المعيار، ازاي نحقق المعيار. طبعا الاكريديتيشن او التقييم بيتم عن طريق السيرفيرز او مقيمين بييجوا يتابعوا المعايير دي ويشوفوها. اول معيار ده اللي هو البروجرام هو اتس ا دوكيومنت، هو عباره عن دوكيومنت لازم يتكتب بالطريقه الصحيحه وباسلوب صحيح، وبيشرح فيه ان المركز ده عنده بروجرام. البروجرام ده بيشمل المرضى، بيشمل العاملين الصحيين، بيشمل الزوار، بيشمل الفاميليز والمتطوعين المنضمين للعمل بالمركز. البروجرام ده خاص بمعايير مكافحه العدوى. طبعا اكيد اكيد لازم اوضح لحضراتكم ان من ضمن الاخطاء اللي بتتشاف في كتابه البروجرام، طبعا كلنا فاهمين ان احنا بنساعد بعض. يعني انا ممكن اخد من واحد زميلي يكون اكريديت البروجرام بتاعه. الحقيقه ان احنا انا ما عنديش مانع ان احنا نتساعد مع بعض، لكن الحقيقه ان انا بشوف اخطاء صريحه وواضحه. يعني اروح اخد معايير بروجرام مكافحه عدوى مثلا من مكان تاني ما يكونش ذا سيم سكوب بتاع مكاني. طبعا السيرفير اللي بيجي بيقرا البروجرام كويس وبيشوف هو بيغطي كل السكوب بتاع المكان ولا لا. ساعات الاقي ناس حاطه حاجات مش في السكوب، ساعات احط الاقي ناس ناسيه السكوب بتاعي. طبعا السكوب موجود في السب ستاندرد اللي موجود تحت اللي هو اي بي سي 1.2، ان هو بيقول امثله زي اللاب، الهاوس كيبنج، الفارماسي، مفيش مشكله. لكن دي مش كل الاقسام الرعايه الصحيه، في اماكن عندها خدمه صحيه اكتر، في اماكن عندها خدمه صحيه اقل. الحقيقه ان البروجرام لازم يغطي بروجرام مكافحه العدوى بالستاندرز، لازم يكون شامل جميع الاماكن الرعايه الصحيه او الخدمات الصحيه اللي بيقدمها المركز. وطبعا ده بيتحقق بالدوكيومنت ريفيو، السيرفير بيجي بيراجع الدوكيومنت كويس، يبقى لازم الدوكيومنت ده يتقرا ويتراجع. والحقيقه ان الناس اللي هم مختصين بمكافحه العدوى should be ان هم يكونوا قاريين البروجرام ده كويس، ما يكونوش خدوه وخلاص من مكان وحطوه واستخدموه. لازم يكون مقري كويس، يكون شامل، مكتوب بطريقه بروفيشنال علشان الستاندرد تو بي فولفيلد. الستاندرد نمبر 2 انفكشن بريفنشن اند كنترول بروجرام از بيزد اون ساينتفك نوليدج، اكسبتد براكتس جايد لاينز، اكسبتد لوز اند ريجريشن. اجين هنا السيرفير بيراجع دوكيومنتس. الحقيقه ان انا بشوف البروجرام ده معتمد على مصادر البروجرام ايه اللي انت بتستقي منها تطبيق بروجرام الانفكشن كنترول. لازم تكتب ويكون بوضوح وصراحه انه معتمد على الـ مثلا هنتكلم عن الانفكشن كنترول، هيكون الريفرنس بتاعي السي سي، الدليل الخليجي، ادله الوزاره لمكافحه العدوى، معتمد على ساينتفك نوليدج، وفي نفس الوقت انه يكون بيراعي القوانين والتعاميم الخاصه بوزاره الصحه بالمراكز الصحيه. اتس اجين دوكيومنت ريفيو، السيرفير او المقيم لازم يلاقي الكلام ده مكتوب بوضوح وكامل عشان تقدر تاخد تو بي ابروفد في اي بي سي 2 اللي هو الخاص
بال بروجرام بيزد على ساينتفك جايد لاينز. ادي مثل شهير، تيجي مثلا تروح تتكلم على الكوفيد، تكتشف ان هم الريفرنس بتاع الدوكيومنت بتاع البروجرام ما هوش معتمد على اللاست ابديتد كوفيد جايد لاينز. الكوفيد طبعا من ضمن الحاجات اللي هي طلع منها ابديتد جايد لاينز، كل فتره عده شهور كان بيصدر تحديث للجايد لاينز الخاصه بالكوفيد. تيجي تروح مكان تلاقيه معتمد على الجايد لاينز مش ذا لاست وان ابديتد، تلاقيه معتمد على جايد لاينز اولد، او تلاقيه اصلا مش معتمد على جايد لاينز اللي جايه من الوزاره، تلاقيه معتمد على جايد لاينز جايه من مثلا من السي دي سي الامريكي، سنترز فور ديزيز بريفنشن اند كنترول ان اتلانتا ان امريكا. الكلام ده كويس، هو ده كارنت ساينتفك جايد لاينز نوليدج، لكن انا ساعتها اي فايند ذيس ان المركز ده او الناس اللي قائمين على البروجرام ده في الانفكشن كنترول في المركز مش متبعين ذا ابديتد جايد لاينز ناشونال جايد لاينز، وده مهم جدا. يعني اروح في الويست الاقيه معتمد على الويست اللي صادر من السي دي سي، صادر من اي مكان تاني، لكن انا عندي هنا برنامج وطني للنفايات الطبيه لابد من اتباع معاييره ان البروجرام ده يكون بيزد عليه. والحقيقه ان ده شود بي ريتن كليرلي، لازم يكون مكتوب بوضوح في البروجرام عشان تقدر حضرتك تعدي النقطه دي، وهي نقطه دوكيومنت، اتس ا دوكيومنت في الاخر. Infection, there is IBC 3, there is a qualified infection control practitioner or practitioners, at least part-timer to manage infection control program. ممكن يكون الحقيقة من ضمن الحاجات اللي لازم تكون موجودة عشان البروجرام ده يبقى ناجح، من ضمن المعايير المطلوبة ان يكون فيه assigned personnel خاص بالinfection control. البرسونال ده انا ممكن السباهي بيقبل ان هو يبقى بارت تايم، مفيش مشكله، يعني في الستاندرد بتاع السباهي هو ممكن يبقى بارت تايم نوت فول تايم نو بروبلم. لكن يهمني حاجه ثانيه، انه يكون واخد تدريب، تلقى تريننج سيرتيفيكيشن، اتدرب في مكان واخد شهادات او معاه شهادات خاصه زي السي اي سي او دبلوم مكافحه العدوى بالبرنامج الوطني. المهم ان يكون تلقى اي تدريب في الانفكشن كنترول، يبقى لازم يكون في assigned personnel، يكون في شخص قائم على مكافحه العدوى، شخص او اشخاص على حسب البرنامج. نمره 2، يكون الاشخاص او الشخص دول القائمين يكونوا حصلوا على تدريب موثق وشهادات موثقه، لان مش هينفع الموضوع مش شفهي. What should be documented. دوكيومنتد، طب السيرفير بيجي يشوف ايه؟ بيشوف، بيفتح الملف الخاص بالشخص ده، الملف اللي موجود، والكلام ده المفروض يبقى جاهز ومحضر، ان الملف ده يكون فيه الشهادات اللي حصل عليها، وان طالع له قرار من مدير المركز بانه هو مسؤول او مسؤولين عن مكافحه العدوى بالاسماء، ويكون حاصل على تدريب او شهادات او 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 خاصة بمكافحة العدوى، وكل ده لازم يكون له documents موجودة في الملف الخاص بستاف مكافحة العدوى في المركز. طيب نروح للـ IBC 4 رقم 4. الـ Primary Health Care Center establishes a functioning infection control committee with a representative from all relevant disciplines to coordinate the program, and this includes the list the following. طبعا مهم جدا، وهنا بقى دي النقطة المهمة، ان يكون عندي لجنة مكافحة العدوى. طيب اللجنة مطلوب فيها ايه عشان انا اقدر اراجعها كسيرفير السيرفير، او انا اقدر لما اجي اشوف اللجنة؟ طبعا احنا again we have a document review. لازم يكون فيه من ضمن البوليسيز والبروسيجرز، لازم يكون فيه من ضمن سياسات المركز المكتوبه الموثقه المعتمده، يكون فيه terms of reference. terms of reference اللي هي ايه؟ اللي هي آليه انشاء اللجنه، واعضاء اللجنه، واهداف اللجنه، واعمال اللجنه المفروض تعمل ايه؟ وظيفه الاعضاء ايه؟ بتجتمع كل قد ايه اللجنه؟ واذا ما حدث ان مثلا غاب اكثر من نص الاعضاء، يا ترى اللجنه تجتمع ولا ما تجتمعش؟ امتى الاجتماع يبقى مش صالح ان مثلا يبقى اقل من نص الاعضاء ما حضروش؟ طيب العضو اللي بيتغيب بصفه دائمه لازم يكون في التيرمز اوف ريفرنس يكون في اكشن انه شو بي ريبليست،
اللجنه دي لازم مين يكون ممثل فيها الاعضاء من القسم الفلاني والقسم الفلاني والقسم الفلاني اللي هي according to the scope of the المركز خاصة بالمركز، يعني لازم يكون أعضاء اللجنة ممثلين بالناس اللي بتقدم خدمة طبية زائد الفارماسي إذا كانت موجودة. طبعا أنا عارف إن في مراكز دلوقتي ما فيهاش صيدلية، لازم يكون في من قسم التعقيم من قسم مكافحة العدوى يكون المسؤول عن أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة، الويست كمان مين المسؤول عنه إذا كان الهاوس كيبرز أو كان في عمال مخصصين للويست. كل ده لازم يكون ريبريزنتاتيف لكل بروجرام لكل شيء في اللجنه. طيب اللجنه دي بتجتمع، انا المفروض اشوف ايه؟ انا بشوف التيرمز اوف ريفرنس اللي هي ورقيات آلية عمل اللجنه وتشغيلها. طيب شفتها وقرار انشاء اللجنه من مدير المركز، لازم يكون في قرار واضح بانشاء اللجنه بتاريخ واضح ان اللجنه دي في الوقت الفلاني انشأت مع اتباع القوانين المطلوبه لانعقاد اللجنه. طيب هشوف ايه تاني؟ عايز اشوف اللجنه دي فعاله ولا لا، هي الموضوع مش ورق وخلاص. انا عشان اتست اللجنه دي فعاله ولا لا بصراحه بشوف كمان اقول لهم جيبوا لي مينتس، اجيبوا لي محاضر عمل اللجنه. طيب عايز اشوف الريجولاريتي اللي انعقدت فيها اللجنه، اقول له اديني كده سجل المحاضر وراجع كده اللجنه بتنعقد كل قد ايه من المحاضر عمل اللجنه، المينتس اللي هي محضر اللجنه، مين اللي حضره، مين اللي ناقشه، ايه المواضيع اللي اتناقشت، ايه الاعمال اللي تمت في اللجنه؟ اتعرض ايه على اللجنه ووافقت عليه؟ في اعمال لسه معلقه، الاعمال تم تاجيلها نقاشها للجنه القادمه وهكذا. دي لجنه مكافحه العدوى. طيب الحقيقه برضو مهم جدا ان اللجنه تكون مفعله، لان السيرفير او المقيم اللي بيجي لحضراتكم ما بيضحكش عليه بان اللجنه تبقى قائمه على ورق فقط. لكن اللجنه لابد تكون مفعله لان هي طبعا ده الصح ودي الاصول. والحقيقه ان انا عشان اعمل تيستنج لده بطلب محاضر اللجنه وابص عليها وابتدي اشوف الاكشنز اللي اتشافت في المحضر اللي في التاريخ الفلاني، يا ترى لسه اتقفلت واتناقشت في بدايه اعمال اللجنه اللي بعديها ولا كانت مجرد اكشن وكتبناه وخلاص اون جوينج شغال، الاكشن اون جوينج لسه مفتوح، لابد الاكشنز المفتوحه دي الاقيها في مينتس ثانيه اتسال عليها واتقفلت، والا تبقى اللجنه يعني بتفتح مواضيع وما بتتابعهاش. بالاضافه كمان لحاجه مهمه جدا، السياسات مكافحه العدوى كل ما هو يتعلق بمكافحه العدوى لازم يكون مر على اللجنه في محاضر اللجنه واتعمل عليه نقاش واتعمل عليه ابروفال من اللجنه. محاضر اللجنه يجب انها تكون موقعه من الاعضاء وموقعه من رئيس اللجنه اللي هو مدير المركز. تمام؟ ده كل ما يخص اللجنه. برايمري هيلث كير سنتر ليدرز سبورت اند مونيتور ذا امبلمنتيشن اوف اي بي سي بروجرام. هنا طبعا المفروض ان انا بتاكد من ان الليدرز اللي هم مثلا مدير المركز رئيس اللجنه او مدير المركز بيسبورت اعمال اللجنه او النائب بتاعه. طب اعمل ازاي؟ السيرفير المفروض ان هو بيقابل المدير ويبتدي يساله انت بتعمل ايه للانفكشن كنترول بروجرام تو سبورت ذم. المفروض هو يكون عارف هاو تو تيل ذيس، ان يقول ايه، يقول انا بعمل ايه، بعمل لهم ايه، انا بوفر لهم ايه، بديهم اوثورتي ان هم يكتبوا ريبورتس، باخد اكشن بناء على الريبورتس الخاصه بالمرور الخاص بيهم. الحقيقه ان انا كمان ليا رؤيه وبطلع بره الايفيدنس اوف كومبلاينس الخاص بسباهي اللي هو الليدر شيب انترفيو، ان انا بقابل المدير نفسه او المديرين او الليدرز، لكن انا بعمل حاجه تانية كمان، بعمل دوكيومنت ريفيو. لازم اشوف ده دوكيومنت، اشوف ان في مثلا مكافحه العدوى كانت بتمر ولقت في سامثينج رونج حصل من مثلا من دكتور فلان، وبناء على سامثينج ده حصل في اكشن، او شافوا ان في تعديل في الديزاين مثلا خاص بعياده او مكان رعايه مرضى وانه المفروض يتعدل طبقا لمعايير مكافحه العدوى، وان المدير لما جاله المحضر كتب عليه انه اخذ اكشن ونفذه، او في نقص في بعض المستلزمات عمل اكشن المدير طبقا لمرور مكافحه العدوى. بحب اشوف ده ورقيات موجوده واكشنز واضحه بتواريخ قديمه سابقه عشان اتاكد من ان الكلام ده بيتم وليس مجرد اوبينيونز بس شفهيه. نمبر 6 معيار السادس،
IBC program is combined in a manual that includes all administrative and practice guidelines. ما لازم يكون فيه من ضمن الدوكيومنتس اللي موجودة اللي بيراجعها المقيم أو السيرفير الخاص بسباهي، لازم يكون فيه عندي policy and procedure لمكافحة العدوى، ولازم تكون مكتوبة بطريقة سليمة وواضحة وموجودة مجمعة في مكان واحد، ويكون معاها statement of authority. إيه الـ statement of authority ده؟ اللي هي قرار إن مدير المركز بيدي صلاحيات لمكافحة العدوى للسوبرفيجن والسيطرة الكاملة على مكافحة العدوى في المركز، وبيديهم صلاحيات، صلاحيات لمتابعة الهاند هايجين، صلاحيات للمرور اليومي، صلاحيات للمتابعة ومراقبة الويست ديسبوزل، صلاحيات لمتابعة الهيلث كير الاكشنز، يعني مكافحه العدوى ممكن يتواجد في اي مكان اثناء تقديم رعايه طبيه للمريض ويعمل اوبزرفيشن ويقدمه ويرفعه لمدير المستشفى. هو بيديهم صلاحيات مكتوبه وليست شفهيه. لازم الصلاحيات دي ستيتمنت اوف اوثورتي. ايه الاوثورتي بتاع مكافحه العدوى؟ المفروض مكافحه العدوى ليها اوثورتي على افري بارت في البرايمري هيلث كير سنتر. الكلام ده لازم يكون واضح في الدوكيومنتس. طب البوليسي والبروسيجر بقى الواضحه هي ان لازم يكون في سياسات مكافحه العدوى مكتوبه according to the scope. تاني برجع اقول، ودي النقطه الثانيه اللي انا كسيرفير بكشف فيها المركز لو هو البوليسي بروسيجر دول واخدهم من مكان تاني ومش عارف محتواهم، الاقي مثلا حد حاطط حاجه مش في سكوب المركز اللي موجود، الاقي بيتكلم على ولاده طبيعيه نورمال ليبر، والمركز اصلا ما بيقدمش خدمه النورمال ليبر. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان البوليسي بروسيجر دي ما هياش مكتوبه بمعرفه الاستاف وما هياش مقروءه من الاستاف ولم يتم مراجعتها بواسطه لجنه مكافحه العدوى. مهم جدا ان البوليسي بروسيجرز دي تكون طبعا ديتد، ليها تاريخ فعاليه وليها تاريخ صلاحيه المفروض تتحدث فيه، وطبعا انها مهم جدا تكون سايند او ابروفد من لجنه مكافحه العدوى. مهم جدا انها تكون مرت على اللجنه واللجنه اقرتها وتم تفعيلها بتاريخ كذا، وده مكتوب واضح وريتن وموثق. مهم جدا في البوليسي والبروسيجر انها تحتوي على what is called how to monitor application of this policy. احنا بنكتب ورق كتير، لكن انت هتوضح لي في الورق ده يكون عندك method tool how to monitor the infection control في مركزك. ازاي تمونيتور الانفكشن كنترول؟ يا ترى عندك سيلف اسيسمنت تول؟ عندك ازاي بتتابع ده؟ في عندك تايم تيبل للاكشنز؟ عندك يعني لازم يكون في بوليسي ازاي تقدر تتابع الانفكشن كنترول بداخل المركز وتطبيق البوليسي في كل اجزاء المركز. بوليسي انفكشن كنترول. طيب اي بي سي نمبر 7، the infection control policies and the procedures are available for all employees. دي واضحه وشرحه نفسيها، هي بتبان بس بمقابله، بعمل ستاف انترفيو، بقابل العمال اللي عاملين بالمركز وانا بمر عشوائيا ومن كل الفئات الاطباء الفنيين لازم يكونوا على درايه بالبوليسي والبروسيجر واطلعوا عليها. طبعا ده مهم جدا لان احنا خلصنا خلاص بقى الدوكيومنتس، بدانا نشتغل مع الاستاف. بقابل الاستاف، يا ترى انت تعرف ان في بوليسي وبروسيجر خاصه مثلا بالانجكشن سيفتي؟ اعرف. طيب تعرف توصل لها؟ موجوده متاحه ليك؟ اكسسبل؟ نعم اعرف. طب هاتها لي اشوفها، يا ترى موجوده على الكمبيوتر ولا مكتوبه؟ موجوده فين؟ بوليسيز انفكشن كنترول. وبعدين ممكن اساله كمان في بعض محتوى البوليسي، يعني اذا كان حسب فئته العاملة. دي الطريقة اللي بعمل بيها assessment إذا كان البوليسي دي متاحة ومطبقة للعاملين. طيب infection control program is implemented in the primary health care center. This is IBC 8. الـ infection control program مطبق. إزاي أشوفه مطبق؟ بعمل الستاف وأكلمهم وأقول له ترى تعرف إن في infection control program؟ في policy procedure؟ طب أسأله جوه المحتوى البوليسي، يا ترى انت عارف هاو تو كلين كذا كذا؟ هل حد دربك على الهاند هايجين؟ طب ازاي بتعمل هاند هايجين؟ ازاي؟ هي طبعا بروسيس متكامل، مش بنمشي نقطه نقطه، يا
يعني انا ممكن في اثناء المرور اقدر اشوف الستاف انترفيو، اقدر اسس الهاند هايجين، اسس الانفايرمنتال كليننج، اسس البلاد اند بادي سبيل، اسس الشعر، اسس كل حاجه في اثناء المرور. تمام، كل ده بالستاف انترفيو. اي بي سي نمبر 9، انفكشن كنترول تولز اند سبلايز، disinfectants and personal protective equipment, gown, gloves, masks and protective eyewear are readily accessible, available and are used correctly by staff in all patient care areas. في كل اماكن رعايه المرضى في طبعا المركز طبعا لابد ان التولز الديسانفكتنس تكون موجوده مكتوبه بليسته واضحه، يكون في سياسه واضحه لاستخدام الديسانفكتنس، سياسه واضحه لاستخدام البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت اللي هي الوقايات الشخصيه. وبعدين في الاوبزرفيشن بتاعي بشوف الناس الستاف ازاي بيستخدموا الوقايات الشخصيه بصوره جيده، يعني الجلافز بتتلبس ازاي، يا ترى بتتقلع ازاي بطريقه صح، ترتيب ارتداء الوقايات الشخصيه استخدامها بيكون بطريقه صحيحه بتمنع انها الستوك يتلوث، يا ترى هي موجوده افيلابل، موجوده في المكان ولا لا. يعني اخش مثلا عياده الاقي الدكتور، يا ترى عندك جلافز، اه عندك ماسك، طب ماذا لو دخل عليك مريض عنده كذا كذا، يا ترى هتعمل ايه، هتلبس ايه، يكون واخد تريننج ومتدرب ازاي يستخدم الوقايات الشخصيه، يا ترى بيلبس الجلافز ويعمل بيها حاجه، كل ده بالاوبزرفيشن. واذا ما حصلش اثناء الاوبزرفيشن، ما لقيتش قدامي حالات لارتداء الوقايات الشخصيه واستخدام المطهرات، بضطر ان انا اعمل ستاف انترفيو واسال اباوت هاو تو يوز ذيس، وادي سيناريوهات طبعا محتمله لاستخدام هذه الوقايات الشخصيه والمطهرات، ازاي تقدر تستخدمها، طب واذا استخدمته تخلعه ازاي، طريقه الخلع الصحيحه، طريقه الاستخدام، طب ترميها فين، هاو تو ديسكارد ذيس، هترميها فين، هعرف بسرعه اذا كان هو واخد تدريب كامل على الكلام ده ولا لا. نمبر 10، ذا برايمري هيلث كير سنتر ديزاينز اند امبلمنتس ان افكتيف هاند هايجين بروجرام. دخلنا بقى في الـ في الـ في الـ في الامور الطبيعيه بتاعتنا، انا براجع الهاند هايجين بروجرام، وده طبعا يعتبر قاطبه حوالي نص الانفكشن كنترول، يعني من ضمن حيث الاهميه طبعا رغم ان كل المعايير مهمه. الهاند هايجين بروجرام بيتطبق ازاي؟ اولا لازم يكون في بوليسي وبروسيجر ومعروفه وافيلابل والناس متدربه عليها، واعرف ازاي انه متدرب على البوليسي، الهاند هايجين بوليسي اند بروسيجر، اعرف انه متدرب عليها عن طريق ان انا اعمل ستاف انترفيو واعمل اوبزرفيشن، المح كده الستاف ده بيغسل ايده ولا لا، يستخدم الالكوهول جيل ولا لا، واذا استخدمه صح ولا لا. ما لقيتش ببتدي ان انا اعمل ديسكشن مع الستاف واعمل ستاف انترفيو، وابتدي اساله واقول له طب ممكن لو سمحت توريني ازاي بتغسل ايدك، ازاي بتطهر ايدك، على كل الفئات، اشوف طبيب، اشوف تمريض، اشوف لاب، اشوف كمان عمال هاوس كيبرز. لابد ان الهاند هايجين بروجرام يكون مطبق في لكل العاملين في المركز القائمين على الخدمه. لازم اشوف الافيلابيلتي، يا ترى الالكوهوليك هاند راب موجود في اماكنه الصحيحه، موجود بطريقه سليمه، نوت اكسبايرد مثلا، اشوف الاحواض، موجوده الاحواض في العيادات في اماكن رعايه المرضى في هاند ووشنج بيزنز، طب الحوض ده عليه الدراينج تاولز ولا لا، عليه الصوب، الصوب شكله ايه، محطوط حته صابون، قطعه صابون ولا ليكويد صوب، الحوض نظيف جيد يوزد، الاكسسوارز بتاعته كلها موجوده اللي هي المطلوبه لنظافه الايدي، از ات اكسسبل اور نوت. في بعض المراكز بلاقي الحوض موجود وحاطين قدامه مثلا فرضا ترابيزه او ترولي او مثلا نقدر نقول اسطوانه اكسجين، انا عشان اوصل للحوض لازم ابقى اخطبوط، يبقى ده حوض غير مستخدم، يبقى ده حوض موجود بس عشان انا اشوفه واقول الله في حوض، لا طبعا ما بيضحكش عليا بالكلام ده، لازم الحوض يكون اكسسبل وواضح انه بيستخدم وعليه السبلايز الخاصه بيه، ومفيش داعي ان انا اقول للمقيم ما الاقيش مثلا دراينج تاولز، الاقي والله دي كانت لسه موجوده وخلصت حالا، الكلام ده طبعا عيب قوي لما نرده، لانه طبعا بيوضح ان احنا عندنا قصور واضح، وبخاصه ان المقيم بيجي زياره
شبه معروف وقتها. ففكره ان انا اقول له والله ده كان هنا وخلصان، طبعا ده كلام يعني افضل ان احنا نسكت ما نعملش الحكايه دي ابدا، لانها بتبقى سيئه جدا في وش طبعا العاملين في المركز كلهم. لازم يكون طبعا بالنسبه للهاند هايجين يكون موجوده سياسه ل طبعا الفايف مومنتس، ازاي نجمع الشيت بتاع الهاند هايجين مومنتس، لازم طبعا الاوبزرفيشن ومين اللي بيعمله والشيت ده موجود وبيتملى واشوفه وراجعه طبعا بصوره كامله، ده كدوكيومنتس طبعا مع البوليسي والبروسيجر. نمبر 11 there is documented staff education program on infection control practices وappropriate procedure are taken to manage any case of healthcare. طبعا الستاف في education، الeducation جزء لا يتجزأ، والتدريب جزء لا يتجزأ من مكافحة العدوى، لأن هو اللي بينقل الخبرات وبيحقق أهداف البرنامج إن العاملين في المركز يكونوا مدربين تماما على معايير مكافحة العدوى. طبعا الeducation ده أنا بعمل document interview، براجع الخطة التدريب، براجع ايه اللي حصل منها وايه اللي ما حصلش، طب واللي تم منها المتدربين نفسهم يا ترى في جداول للمتدربين، يا ترى وقعوا بان هم اتدربوا ولا لا، اتعمل لهم كومبلاينس تيستينج، اتعمل لهم اختبار للتدريب. طبعا باخد ده من الدوكيومنتس وراجعه، وفي نفس الوقت بسال الستاف كويس جدا، انت اتدربت؟ اه اتدربت على ايه؟ اتدربت على كذا وكذا. طيب حضرت التدريب؟ طب لو سمحت وريني تعمل ايه في كذا. بسأله سؤال خاص leading question مثلا في الهاند هايجين، مثلا الالكوليك هاند راب كام ثانية بتستخدمه، هل هو تلقى تدريب ولا لا، طبعا كله بيقول تلقيت، بنبتدي نعمل تيستينج للمهارة. appropriate procedures are taken to manage any cases of healthcare associated infections in the primary healthcare center. طبعا لازم يكون في سياسة واضحة مكتوبة well known to the staff، يا ترى نعمل ايه لو ظهر في حالات اكتشفنا انها حالات عدوى للمنشآت الصحية، واحد اصيب بعدوى نتيجة اللي طبعا مراجعة المركز وجالنا، يا ترى اعمل ايه؟ ايه البوليسي؟ ايه الاجراء اللي هتاخذه؟ لازم يكون في طبعا الكلام ده كله well known للستاف. Number 13, the primary healthcare center defines the policy of cleaning, decontamination, and disinfection process in all patient care areas. كل المركز لابد انه يكون فيه policy خاصة بكده. طيب، بعمليات التنظيف وإعادة التطهير والتطهير في أماكن رعاية المريض. لازم طبعا أول حاجة بنعملها بشوف البوليسي، ده document review. واشوف البوليسي انها مكتوبه رايت واي وصح وماشيه مع النولج العلميه المظبوطه. طيب وان المطهرات موجوده للاستخدام وان الاستاف بيستخدموها صح وتم تدريبهم عليها، وان انا كمان الاقي البيشنت كير ارياز اماكن رعايه المرضى نظيفه والادوات تم تطهيرها بطريقه صحيحه حسب هو مكتوب في السياسه. تمام؟ أو بيتم تطهيرها بعد الاستخدام، وطبعاً ده هكون سعيد جداً لو أنا مريت ولقيت مثلاً في خدمة طبية بتتقدم وفي something بيتم وأنا أشوفه ألاحظه أعمل observation وألاحظه بنفسي. طيب primary healthcare center defines policy for safe procedure for waste collection, storage, disposal, ensure safety internal and external environment. الحقيقة إن ده مهم جداً لسبب بسيط، ان زي ما اتفقنا ان الويست بوليسي لازم تكون متماشيه مع التعاميم الخاصه ببرنامج النفايات الطبيه وليس لها علاقه بالمعايير العالميه. طبعا احنا واخدين برنامج من المعايير العالميه، لكن احنا لنا معايير وطنيه، لابد في برنامج وطني لابد من البوليسي تكون مشتقه منه بالذات الويست. طيب البوليسي تكون موجوده وبتفرق دايما، البوليسي بتوضح طبعا اكيد بتوضح ان في فرق ما بين الانفكشوس ويست او الميديكال ويست والريجولار ويست وازاي بيتفصلوا وايه اللي بيتفصل. طبعا الكلام ده المفروض يبقى ابديتد لان في ابديتس حصلت في التعاميم الخاصه او لائحه النفايات الطبيه بالمملكه العربيه السعوديه، يعني ممكن اروح الاقي ناس ما عندهاش اللائحه المحدثه ومش كاتبه بوليسي بناء على اللائحه المحدثه، وبالتالي بلاقي البروسيس بتاع التعامل مع النفايات ما هيش ماشيه مظبوط والناس مش واخده تدريب على هذا الكلام.
مهم جدا ان انا الانفكشوس ويست كمان الاقي فيه شهادات للشركه اللي بتكولكت الانفكشوس ويست، شهادات انها بتمر وتجمع الانفكشوس ويست من اماكن تجميعه المؤقته. Comprehensive program for preventing sharp injury is implemented. لازم الاقي بوليسي مكتوبه واضحه على منع والتعامل مع الشارب انجري. طبعا هي البوليسي لازم تكون بتشمل عده اشياء. ان ازاي احنا الشارب انجري بنتصرف معاه؟ ازاي نمنعه؟ ازاي نجمع الداتا ونعمل انفستيجيشن؟ ده يهمني. وطبعا بعمل ستاف انترفيو، والحقيقه ان انا ببص حتى جوه الشارب كونتينر بشوف يا ترى فيه كاب ريكابنج ولا لا، واذا كان فيه ريكابنج في بعض الاماكن يا ترى ليه انت عملت ريكابنج. طبعا اللاب ممكن اسمح فيه بالريكابنج بسكوب تكنيك، واسال اسئله ليدنج كويستشنز، يعني اقول له طب لو انت هتعمل كذا مش محتاج تشيل السن، محتاج تشيل السن بتاع السرنجه او تعمل ريكابنج بتعمله ازاي؟ لازم يعرفني انه واخد تريننج ومتدرب على السكوب تكنيك اللي هو بايد واحده، نظام اللي هو السنارة أو السمكة، صيد السمكة. وبعدين الاستاف نفسهم أروح أبص على الشارب كونتينر ألاقي كل السرنجات متغطية، أعرف إن هنا الناس كلها بتعمل ريكابنج وخلاص. طبعا في عيادة هتعمل ريكابنج ليه؟ إيه المطلوب؟ ليه مطلوب الريكابنج؟ There is no need for ريكابنج. طيب وبعمل لازم يكون في طبعا أداة لتجميع الإصابات بالشارب إنجري أو الإصابات بالوخز الإبر. طبعا الهدف مش تجميع داتا وبس، الهدف هو انه يوضح لي اعمل انفستيجيشن يا ترى انتوا بتجمعوا الداتا ليه، ولازم الانفكشن كنترول والقائمين على ذلك يكونوا عارفين انت بتجمع الداتا ليه. انا بجمعها عشان اعمل انفستيجيشن لحاله الشارب انجري دي، لان السبب بسيط، لان اللي بيتصاب واخذ الابر انا عايز اعرف ليه، يا ترى هو عنده اوفرلود في العمل اضطر انه بيشتغل بسرعه وعليه ضغط كتير وهو وحيد ما فيش عدد كافي فاتشك بالابره، او ولا الابره نفسها مش امنه، الاداه نفسها غير امنه، يبقى لازم احنا نعرف ايه الادوات اللي عندنا امنه ومش امنه. نمره ثلاثه ممكن يكون هو ما عندوش اي معلومه ازاي يحمي نفسه، يعني زي ما يكون بيعمل ريكابنج بالبوث هاندز، وده مهم جدا. يعني الانفستيجيشن اهميته ان انا بعرف السبب، يعني لو شخص محتاج يتدرب يتدرب، لو الاداه نفسها خطره برفع بيها ان انا عندي اداه بتتسبب في شارب انجري، لو في اندر ستافنج العدد قليل وكان ضغط كبير فالراجل اضطر وبيعمل كده راح شاكك نفسه، بضطر ان انا ارفع الانفستيجيشن دي لمدير المركز واعمل اكشن، اقول والله لا المكان ده في الساعه دي علينا جاش اوف ورك لابد ان يتوفر بدل واحد من الاستاف لازم يبقوا اثنين. لازم اشوف الكلام ده في الدوكيمنت واكلم الاستاف واعرف انه فيه، واعمل اوبزرفيشن اشوفهم ما بيعملوش طبعا ايه ريكابنج وبيتعاملوا مع الشارب بطريقه سليمه. شارب ار ديسكاردد ان ابروبريت كونتينرز. طبعا دي قصه معروفه وواضحه، انا اللي بيهمني فيها ان انا الاقي الكونتينرز الصفراء الشهيره دي موجوده وكويسه وفي اماكنها، في اماكن انتاج النفايات الحاده لأماكن رعاية المرضى، وتكون موجودة معلقة على الحائط أو مرتفعة عن الأرض طبعاً، ولاحظ أنها مش ممتلئة، يعني أروح ألاقيها مليانة ثلاث أرباعها. مهم جداً، مهم أن أنا أسأل أنتوا بتشيلوها إمتى، لأن في بعض الناس كان عندها كلام قديم قوي أنها بتشيل الشارب كونتينر كل ثلاث أيام مثلاً. لا طبعاً الكلام ده غلط ومفيش فيه أي نص يقول لك عشان هي بتعمل ريحة، طبعا ده كلام مش مظبوط، ولو سالت ستاف ورد عليا قال لي كده هعرف ان الستاف ده ما خدش اي تدريب وانه ماشي برونج بوليسي. طيب الهاوس كيبنج هاز بوليسيز اند بروسيجرز ديسكرايبنج زير انفكشنز اند انكلود. طبعا الهاوس كيبنج مهم جدا، ازاي انا لازم يبقى في بوليسي للهاوس كيبنج، في ليست اوف ديسانفكتنتس، طريقه استخدامها في الاماكن رعايه المرضى، اماكن تقديم الخدمه الصحيه، ده البوليسي موجوده كامله. يهمني اشوف سكيدجول للكليننج طبعا، واشوفها طبعا في سكيدجول واضح في الاماكن اوف فور كليننج اوف اكويبمنت اند اند هاوس كيبنج. برايمري هيلث كير انفايرمنت سكيبت كلين اند سيف. بعمل اوبزرفيشن، بعدي ايدي فوق اي جهاز، بشوف بيت سايد كيرتن، بشوف الارضيه
طبعا بيبان المكان النظيف من المكان الغير نظيف. اذا كان فيه غبار، فيه تراب، بعمل ايزي كده لقيت السطح عليه تراب، لقيت فيه دروبس اوف بلاد عامله موجوده ستيننج، عامله ستيننج على حائط او على سطح، طبعا كل ده معناه ان ان الانفايرمنت از نوت كلين اند سيف. There is a system to handle blood and the body fluid spills and waste. طبعا مفيش كلام ان الزملاء اسهبوا في النقطه دي والدكتور عبد الرحمن اتكلم عليها، ان لازم الاقي بلاد سبيل، لازم اسال الاستاف كويس جدا اذا كانوا اتدربوا عليها، وابتدي يعملوا لي طبعا ديمونستريشن على ازاي اعمل بلاد سبيل. بسال الاسئله دي عشوائيه طبعا، لازم الناس كلها تتدرب، ولازم البلاد سبيل كيت تكون بلاد اند بودي فلويد سبيل كيت تكون متوفره في اماكن رعايه المرضى المحتمل حدوث فيها اي بلاد سبيل. There is I'm sorry. The primary healthcare center sterilization process is conducted by qualified staff. طبعا لازم يكون في sterilization process موجوده وعليها ستاف، الستاف ده لازم يكون واخد تدريب، اراجع البيرسونال فايل بتاعه واشوف التدريب بتاعه، والتدريب لازم يكون موثق. Equipment and supplies used for sterilization disinfection stated in the IBC program are available. الادوات sterilizers الافيلابيلتي لكل الادوات طبعا لازم يكون في بوليسي للسترلايزيشن، ازاي الادوات بتروح، ازاي الادوات بترجع، طريقه نقلها من هنا لهنا ومكانها للسترلايزيشن، الاوتوكلاف بيتعمل له مينتنس، بيتعمل له كل حاجه. طبعا دي كومبايند مع النقطه اللي وراها اللي هي سترلايزيشن يونت ماست بي افيلابل. بدخل سترلايزيشن يونت بفحصها كامله، بشوف فيها مسار واحد ان فروم ديرتي تو كلين، الستاف بيتحركوا من الديرتي للكلين بقى مش بسهوله، ما يقدرش ينتقل من الديرتي للكلين، البي بي اي اللي بيلبسوها متوفره اثناء الكليننج، التعامل مع الادوات بيتم بطريقه صحيحه، نقلها بيتم بطريقه صحيحه، الاسترلايزرز بيتعمل لها تيستنج والكلام ده دوكيومنتد، لازم الاقي فيه كيميكال اند بيولوجيكال تيستنج افيلابل ومستخدم وموجود في الدوكيومنتس الخاصه واللوج بوك بتاع الاسترلايزرز. طيب نمرة 23 primary health care center has an employee health care program. طبعا اللي هو occupational health program عندنا برنامج صحة العاملين. طبعا الناس هتقول ما عندناش عيادة صحة عاملين، اقول لك اوكي لازم يكون عندك policy procedure واضحة هتعمل ايه مع العاملين المصابين اللي محتاجين occupational health program. لازم يكون عندك signed agreement بينك وبين مكان تاني مستشفى فيها occupational health، ويكون لهم ملفات، والملفات دي فيها الفاكسينيشن، فيها اختباراتهم، فيها كل حاجة موجودة، بس لازم ألاقي signed agreement بينك وبين مكان تاني وموقعة بينك ومدير المركز ومدير المكان عشان تنقل الترفير أو توجه العاملين الصحيين الراغبين في الخدمة للمنشأة الثانية دي. Primary health care center has employee health program in accordance to scientific recommendation and interstitial guidelines to assure employee protection against infection infectious agents. لازم الاقي policy و procedures واضحه في الامبلوي هيلث بروجرام اللي موجود مكتوبه وواضحه ازاي احميهم من الانفكشوس ايجنتس، يعني بالنسبه للتي بي والهيباتايتس لازم اشوف يبقى عندي فايل للتطعيمات، التطعيمات موجوده في ملفاتهم مطعمين ولا لا، والتستنج زي ما قال دكتور عبد الرحمن التستد التايتر متقاس ولا لا، زي ار اميون ولا لا، بالنسبه للتي بي اذا كانوا اكسبوزد طب والبوست اكسبوجر اعمل فيه ايه، بي بي دي تيست بيتعمل، النون ريسبوندرز طبعا اللي هو النيجاتيف لابد ان انا كل سنه بعمل له فولو اب وبعمل له تيستنج علشان اشوفه ان هم اتعرضوا للتي بي بيتعرضوا للتي بي. كل ده برنامج صحه العاملين وده هيبقى ريفيرد لمستشفى ثانيه، لكن اي شود كيب ذا دوكيومنت ان ذا برايمري هيلث كير سنتر، لازم احتفظ بنسخه من الدوكيومنتس دي كلها. طيب infection control team monitors evidence of exposure staff to pathogens in the primary health care center. لازم يكون في طبعا مونيتور الانفكشن كنترول تيم عنده اليه للتعرض طبعا الانبروتكتد اكسبوجر للانفكشوس ايجنتس وبيعملوا معاهم ايه وازاي يبلغوا بيهم ويعملوا ريبورتنج ويعملوا فولو اب ازاي
كل ده طبعا والبي بي دي موجود طبعا كفولو اب للتي بي اكسبوجر. معلش انا جريت لاني ببص في الساعه لقيت ان فاضل اونلي 5 مينتس. There is a system that separates patients with communicable disease, those who are colonized or infected epidemiologically important organisms from other patients, staff and visitors. طبعا لازم يكون في بوليسي واضحه ومكتوبه دوكيومنت وباي اوبزرفيشن، ولازم اسال الستاف لو انا ما لقيتش قدامي حالات. افرض جالك عيان بيكح في العياده، الدكتور لقيت عنده ساينز اوف تي بي، ايه اللي بتعمله؟ انا مش بطلب منه يعالجه، مش بطلب منه انه يعمل معاه حاجه، لكن عايز اعرف هو هيعمل ايه. هياخده يوديه مثلا مكان يقعده فيه لحد ما يبتدي انه يعمله ريفيرال لمنشاه صحيه بتتعامل مع المرضى دول. حالات الكوفيد، لو انت جالك عيان وبعد كده دخل للدكتور واكتشف ان عنده ساينز وسيمتومز اوف كوفيد مثلا، طيب هتعمل فيه ايه؟ المفروض ان انت تاخده تقعده في اريا سيباريتد لحد ما تبتدي توجهه او تتصرف معاه according to the national guidelines. Infection control practitioner implements required guideline for prevention of infection among patients, visitors and staff who when renovation projects occur in primary health care. اللي هو الكونستراكشن رينوفيشن لازم يكون له سياسه، والسياسه واضحه ومكتوبه، وان اجراءات الرينوفيشن واجراءات الصيانه واجراءات التصليح لازم تتم واسطه بيرميشن من مكافحه العدوى. يعني مش هينفع ان هم يعملوا اي اجراءات رينوفيشن الا من مكافحه العدوى طبعا تعرف، لسببين: اولا فور ذا سيفتي اوف ذا ستاف اند فيزيتورز اللي موجودين حاليا، ثانيا عشان تلاحظ ان الاجراءات دي بتتم اكوردنج تو infection control requirements. يعني هنجهز الجزء ده خاص بالعياده، طيب لازم الاقي فيها حوض، تطلب infection control تطلب الحوض، لازم المكان يبقى كونتين بطريقه جيده عشان الزوار ما يتعرضوش لاي اخطار او اصابات من الهواء المستنشق نتيجه الاتربه والغبار. Communicable diseases are tabulated. طبعا دي بشوفها طبعا، انا اسف، المعيار اللي فات ده بشوفه، براجع document review، بشوف البوليسي، بشوف هل حصل قبل كده رينوفيشن وحصل ان انفكشن كنترول كان متاخد رايه فيه وانه وقع، ما تمش الرينوفيشن ده الا لما وقع وراجع الاجراءات اللي هتتم. Communicable diseases are tabulated and reported and required by law and regulations. طبعا واضح ان احنا برايمري هيلث كير بيبلغ عن اي حاله من الامراض المنتشره اللي هي المعديه عن طريق طبعا القنوات الرسميه اللي هي البرامج الالكترونيه، بيتم الابلاغ وان في اليه لكده وفي اشخاص مخصصه وفي اكسس للمركز على وسيله الابلاغ. طيب اعتقد ان ده لاست وان الخاص باللوندري. طبعا المغسله، مفيش مغسله ملابس في المركز الصحي ابدا، لكن انا بقبل ان يبقى في سياسه مكتوبه واضحه بنعمل ايه مع الكونتامينيتد تاولز، بناخدها نجمعها ازاي، مين اللي بيجمعها، بتتجمع فين، بتتشال ازاي، لازم تتشال بحرص، طب اللي بيشيلها بيكون لابس ايه وبيعمل حسابه ازاي. دي بوليسي بتكون مكتوبه، البوليسي دي بيكونوا عارفينها الستاف وبنسال عليها وبنسال اذا كانوا عارفينها وبنسالهم بتعملوا ايه في الحاجات دي، طبعا الستاف المعنيين بكده. ولازم يكون في البوليسي في طبعا وسيله لنقل التاولز دي الملوثه الى منشاه صحيه في بيننا وبينها تعاقد عشان تغسل لنا التاولز الملوثه دي اللي هي اللينن والكلام ده الملوث انقله. وطبعا لازم يكون النقل بطريقه امنه، وفي بوليسي للنقل، وفي طريقه استلام، اوعيه النقل نفسها اللي هي حاويات النقل لازم يكون لها حاويات التجميع، لازم يكون جوه السياسه واضح جدا ازاي بتتنظف. ده بواسطه دوكيومنت ريفيو اند ستاف انترفيو، وبنسال الناس بتعملوا ده ازاي. انا اعتقد ذيس از ذا لاست سلايد، انا اسف انا جريت شويه، لكن الحقيقه انا عارف ان انتوا عارفين كله لان الزملاء اسهبوا في كل معايير مكافحه العدوى، ومعايير سباهي ليست الا تجميع قليل لما احنا نعرفه وعايزين نطبقه في الانفكشن كنترول في مراكز الصحيه. شكرا لكم جميعا، معلش سهرتكم، اتمنى اكونش ازعجتكم، ولو في أي أسئلة.
مفيش حد عنده أسئلة؟ Thank you, دكتور سامح. العفو، أنا لقيتك غبتي شوية، أنت رحتي فين؟ لا أنا بس عندي كنت، يعطيك العافية وشكرا على المحاضرة الجميلة. شكرا لك، تسلمي. في أسئلة على المحاضرة؟ أتوقع المحاضرة ما في أي أسئلة. يعطيك العافية دكتور، وشكرا لك وشكرا لكم جميعا على الاستماع، يعطيكم العافية.